مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. النهارده هنلتقي مع حضراتكم ونتناول بالتحليل الكثير من الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، استعداداته للمباراه المهمه في البطوله الافريقيه امام كامبالا سيتي، ايضا المؤتمر الصحفي للمدير الفني باتريس كارتيرون في الاسكندريه، وكل ما يتعلق بالاستعدادات الفنيه والبدنيه والخططيه للفريق قبل هذه المباراه المهمه في مشواره الافريقي. كمان هتكون عندنا مجموعه من الحوارات المختلفة عن قضايا متنوعة، وهنسعد باستضافة أكثر من شخصية رياضية من نجوم الوسط الرياضي المصري والدولي. هيكون معنا إن شاء الله، وإحنا يعني بننتظر وصوله في الوقت المحدد إن شاء الله لإجراء هذا الحوار، الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، فضلا عن حوار حيجري كمان زميلي العزيز محمد سعيد مع نجمنا نجم الكرة المصرية نجم منتخب مصر ونادي الأهلي سابقا الكابتن أحمد بلال، ومتابعات للكثير من الأنشطة الرياضية والكروية المتعلقة بالنادي الأهلي في المقام الأول وبالوسط الرياضي المصري بشكل عام. وأيضا هنتطرق إلى نتائج وما وصل إليه اليوم اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة المثارة أو أي خلافات محتملة مع نجمنا محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي. خلوني أرحب في بداية هذه الحلقة بزميلي العزيز محمد سعيد ونتعرف معاه كمان على تفاصيل أكثر عن محتوى هذه اللقاءات. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميلي العزيز الأستاذ محمد الجندي، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في هذه الليلة والأمسية الهامة جدا قبل مباراة هامة جدا. جماهير النادي الأهلي في كل مكان تنتظر هذه المواجهة المصرية، مباراة الأهلي وكامبالا سيتي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا. صحيح الأهلي تصدر المجموعة والأهلي في الصدارة بعد الفوز على الترجي، لكن يتبقى أن المباراة الأخيرة مباراة لا تقبل القسمة على سنين، خاصة أن الفوز يؤهلك ويجعلك في صدارة هذه المجموعة قبل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله يوم 3 من الشهر القادم 3 سبتمبر في إحدى الفنادق الكبرى في مدينة القاهرة. مباراة كبيرة جدا، مباراة مهمة جدا، جماهير النادي الأهلي عليها دور كبير جدا في هذه المباراة أنها تحضر بكثافة لمؤازرة ومسلة الفريق في هذه المباريات الحاسمة، في ظل أن المباريات في الفترة الأخيرة دائما بتقام على استاد برج العرب، لعل وعسى بإذن الله على بداية وأوائل شهر أكتوبر مع تأهل الأهلي للأدوار النهائية إن شاء الله أن يكون الجمهور متواجد في استاد القاهرة كما حدث، والأهلي استطاع أن يلعب أولى مبارياته في هذه البطولة أمام منانا الجابوني على استاد القاهرة الدولي بعد فترة غياب طويلة. الأهلي لم يلعب على استاد القاهرة منذ فترة طويلة. حلقة النهارده زميلي محمد اكيد فيها تفاصيل كثيره وفيها لقاءات حصريه ومؤتمر صحفي كما ذكرت، وايضا ضيوف مهمين هنلقي الضوء على الامور كثيره جدا، وايضا عندنا تقرير مهم جدا، تقرير لاول مره قناه نادي في العالم تعرض لقاءات مع جماهير في مختلف اماكن في القاره الافريقيه تتحدث عن قيمه ومكانه النادي الاهلي. تقرير مفاجاه هيكون اهتمام يعني هيلبي طموحات جماهير النادي الاهلي، وهيلقى فيه تفاصيل كثيره جدا من الجماهير كره القدم في القاره الافريقيه بتتحدث عن النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. إليك الكلمة زميلي محمد. بشكرك زميلي العزيز محمد سعيد، وزي ما قال محمد في تقديمه لمحتوى الحلقة لحضراتكم إنه دي هتكون أول مرة يذاع تقرير بهذا المحتوى، وإن كان ده كان مطلوب، كان مطلب لفريق العمل في القناة ورؤية لإدارة القناة ولجماهير ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، لأنه ده أعتقد بالنسبة لحجم نجاح وتاريخ وقيمة واسم وانتشار اسم والصيت الذائع للنادي الأهلي محليا ودوليا، أعتقد أنه هيصبح من طبائع الأمور أن ده يكون له مردود على المستوى العربي والأفريقي والدولي، وهيكون كمان بيربط بيننا على مستوى الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم المصرية وبشكل خاص على مستوى نجاحات النادي الأهلي محليا وعالميا، أنه لابد أن نتواصل مع جاليات من كل مكان محبة للنادي الأهلي ونشوف أصداء نجاحاته وردود الأفعال لمشواره ومساره على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي والإقليمي، وأيضا مشاركاته العالمية اللي بتكون متميزة جدا زي ما شفنا في مشاركاته السابقة في كأس العالم للأندية. هنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن بعد ما ننتقل سريعا إلى الإسكندرية لنتابع مع مشاهدينا في كل مكان جانب من المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي باتريس كارتيرون. هو من احد لاعبي الفريق. Il a joué 4 matchs depuis mon arrivée. لعب اربع مباريات ما توصلنا. Maintenant aujourd'hui. Okay. Yes. Sorry. منذ وصولي لعب مؤمن لعيب من لاعبي الفريق ولعب اربع مباريات وقت ما وصلت.
to answer to the first to the individual point. La première chose que je puisse dire, c'est que moi-même est un joueur de l'effectif. Il a fait 4 matchs depuis mon arrivée. J'attends beaucoup plus de lui. C'est un grand joueur. Je sais qu'il aura de montrer qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Ensuite, j'ai eu l'habitude et j'ai l'expérience de l'Afrique. On a des climats divers. C'est à nous de nous adapter aux températures, au climat, quelles que soient les circonstances, parce que. On a voyagé au Botswana, c'était l'hiver là-bas, il faisait plus chaud. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses à trouver. On cherche à s'adapter par rapport aux circonstances, l'état des terrains sur lesquels on joue. وعلى ملعب نلعب عليها وكل كسوة الكليمة ومهما كان الطقس احنا فودنا اقل من نفسنا ميدو جابر وايد سليمان مع غياب عنصرين وعناصر تسعة مجرد للتنصف ثلاث نقاط وارجو الثاني Premièrement, je considère toujours les absences comme une chance formidable pour d'autres joueurs de montrer leur qualité. C'est pour ça que dans ma philosophie, il est très important de s'occuper de tous les joueurs et non pas seulement de quelques joueurs. Pour que l'on montre dans ce genre de circonstances que c'est le collectif qui prime. Et que tout le monde peut y trouver sa place. Ensuite, à l'approche de ce match, une formidable motivation de notre côté. On a démarré ensemble avec les joueurs il y a quelques semaines en étant dernier du groupe et on a su, match après match, remonter la pente. بدأنا مع اللعيبة دي من كم أسبوع في المركز الأخير من مجموعة ودينا ماتش بعد مباراة نصعد ونترأس المجموعة يعني. On a su obtenir de très bons résultats. وعرفنا نحقق نتائج كويسة جدا. Et aujourd'hui notre motivation c'est réellement de finir premier de ce groupe pour pouvoir jouer un quart de finale retour à domicile. واحنا برضه طموحنا ان شاء الله نخلص يعني نكسب ونتحط على رأس المجموعة عشان نلعب ماتش العودة في الدور الجاي على أرضنا. تفضل يا فندم. سؤالي عايز اعرف هل هو في تكتيك بس كلام تكتيك واللي فيكسي افيك الجوار استراتيجيه معينه ولا هو بيلعب كل ماتش بماتش ولا هو ماتش ابار تكنيكمون Vous étiez loin de l'emplacement, votre deuxième match, vous étiez en premier, maintenant vous êtes peut-être vous voulez gagner le titre. Vous êtes optimiste, surtout que vous avez vécu des situations beaucoup plus difficiles avec l'équipe. Est-ce que vous êtes optimiste? Votre question est le capitaine Ahmed Laoul. Par rapport à. Par rapport que ce soit aux tactiques ou aux compositions d'équipe, je tiens simplement compte, on va dire, de nos forces du moment. On joue tous les 3 ou 4 jours depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense que les femmes de nos joueurs doivent me détester parce que leur mari passe plus de temps avec leur coach qu'avec elles. Donc, maintenant on a encore beaucoup de choses à améliorer, j'en ai conscience, mais ma grande fierté, c'est vraiment l'état d'esprit extraordinaire qu'ont montré les joueurs. Malgré les difficultés depuis plusieurs semaines. Je suis
افون دو لا كيستيون مش عارف. طب هو لسه طب اتفضل يا فندم. هو قال انه فتحنا كل المكافي. طب اذا بوزي كيستيون بعد كده سي كابتن احمد كيف هيبوند. طب فحكى تسالين؟ اتفضل يا فندم. Félicite pour les bons résultats. Le fait que ce que vous dites toujours, c'est concret sur le terrain. Mais une question que je vous ai déjà posée, je vais vous poser une autre fois. En dernière minute, vous avez été à mettre Salah Mohsen. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à commencer avec Salah Mohsen au lieu de mettre un compte en plaçant? C'est une bonne question, mais Salah vient de démarrer le dernier match. Non, après, l'objectif pour moi, c'est bien sûr. C'était son mariage, alors il n'a pas vu le match. Toutes mes félicitations. Mabrouk. Non, Salah, j'ai la chance au niveau offensif d'avoir. حظي كويس على مستوى الهجومي فرقتي. Trois buteurs. عندي ثلاثة هدفين في الفريق. Après, encore une fois, les associer en même temps, au même moment, les circonstances sont parfois difficiles parce qu'en jouant. نحطهم كلهم في نفس الوقت ده صعب طبعا ظروف صعبة. En jouant avec deux avant-centres comme on l'a fait par exemple. بنلعب اثنين راس حربة. On se rend compte en termes de. زي ما علمنا قبل كده. On souffre beaucoup en termes de possession. بنعرف نمتلك الكورة كويس بنعرف في استحواذ كويس. Ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de travail. في حاجات برضه بتقتضي شغل كتير. Et la problématique justement en ce moment c'est que. On ne fait que récupérer, on n'a pas le temps de beaucoup travailler, on a des matchs rapprochés, c'est un vrai marathon qu'on a entamé il y a quelques semaines en arrière. Donc, En dehors de vos calculs pour le match, il y a des joueurs que vous écartez pour vos calculs pour le match. J'ai tendance à chaque fois à vous répondre là. J'ai même du mal quand je lis dans les commentaires les joueurs écartés par le coach. C'est pas vraiment le terme que j'aime employer. C'est simplement que j'ai retenu pour un match précis 18 joueurs. حبش استخدم الكلمة المصطلح ده بحب أقول إنها محافظ عليه عشان الماتش بعد كده أنا كل ماتش عندي 18 لعيب بس. Par exemple, Saad Samir ou Ahmed Fathi. Samir ou Ahmed Fathi. Quelques jours en arrière, je les ai volontairement laissés au repos. رايحتهم برادتهم يعني برادتي على. ده جانب من هذا المؤتمر الصحفي للمدير الفني باتريس كالتيرون في الإسكندرية استعدادا للمباراة المرتقبة والمهمة في مشوارنا الأفريقي في دوري المجموعات أمام كامبالا سيتي. واعتقد ان اللغه اللي بيتكلم بيها المدير الفني للنادي الاهلي لغه عمليه الى ابعد مدى، هو ما بيستخدمش شعارات على الاطلاق، طريقه كلامه دايما مبنيه على النتائج وعلى الارقام اللي بتعكس الشغل والجهد المبذول من الجهاز الفني ومردوده واستجابه اللاعبين في تنفيذ هذه التكليفات وبالتالي انعكست على الاداء والنتائج في الملعب. واعتقد كمان ان كارتيرون قدر وفي اجماع في الاراء انه قدر يعدل من الاخطاء اللي كانت في الفتره الاخيره اللي سبق التولي المهمه، وكانت الفتره الاخيره للكابتن حسام البدري في تولي المهمه بعد النجاح طبعا الكبير اللي حققه في مسابقه الدوري الممتاز، لكن صاحبت بعض الاخطاء انطلاقه الفريق في دوري المجموعات واثرت على مشواره وخلته في موقف صعب وحرج للغايه في المركز الاخير في المجموعه، لكن الكل راضي ومقتنع تماما بجهد الجهاز الفني الجديد باتريس كالتيرون والكابتن محمد يوسف وكل اعضاء الجهاز وعناصر الجهاز الفني الجديد مع مجموعه اللاعبين والنجوم الحاليه في النادي الاهلي انهم قدروا يعدلوا الموقف ويصلوا الى صداره المجموعه ويبقى الشكل العام والنتائج والارقام مطمئنه وبتدي ثقه كبيره للجمهور في قدره الفريق على استكمال مشواره وصولا الى المنافسه او المباراه النهائيه وحصد اللقب ان شاء الله. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن اجواء معسكر الفريق واستعداداته لهذه المباراه ولاستكمال مشوارنا الافريقي بنفس القوه واكثر ان شاء الله من خلال هذه المتابعه على الهواء مباشره لزميلنا العزيز محمد كيوان مراسل قناه الاهلي في الاسكندريه. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك، وعايزين نعرف منك كل تفاصيل كواليس المعسكر واستعدادات الفريق حتى وقتنا هذا.
بشكرك زميل عزيز محمد الجني، وبشكر زميلي محمد سعيد وكل مشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، بالتحديد نحن على الهواء مباشرة من داخل استاد برج العرب لمتابعة يعني الجزء الأول من تدريب النادي الأهلي، تدريب النادي الأهلي والأخير قبل مواجهة كامبالا سيتي في مهمته الأخيرة لتصدر المجموعة والتفوق على الترجي. يمكن أنت صرحت وسمعتك من خلال البيس وأنت بتتكلم فعلا على مستر باتريس كالترون، مش بيحب الشعارات، هو بيتكلم بخطة مدروسة طويلة المدى بل قصيرة المدى حتى متوسطة المدى. هو الراجل بيتكلم بكل أريحية إن هو بكل المتغيرات اللي بتواجهه وهو حابب هذه المتغيرات. بالنسبة للغيابات سواء في إصابات منذ بداية الموسم لأجاهيه، وكذلك أيضا غياب غدا ميدو جابر أو بعد وليد سليمان للإنذارين أو الإيقاف، هو بالنسبة له ده حالة صحية إن هو يغير من شكله وتشكيل الأداء وطريقة اللعب بنزول ولاعبين جدد وإشراك لاعبين جدد. هو حابب يغير التشكيل. وكمان لما سئل عن الأداء والنتائج، يعني دايما جماهير النادي الأهلي محمد بتحب إن هي تشوف كرة حلوة ونتيجة في النهاية، طبعا سعيد بتغيير الأداء والنتيجة. هو قال إن مع الفترة واحدة ورا الثانية هيتغير شكل النادي الأهلي. أنتوا عندكم حق إن الأداء بالنسبة له هو غير مرضي، لكن هو مع الوقت والاستمرارية وتثبيت التشكيل أعتقد إن الوقت هيديله الشكل الجمالي والشكل اللي الناس عاوزاه. أما بالنسبة لشخصية النادي الأهلي بدأت تظهر، لأن كل مباراة بالنسبة له بطل، وكان بيمزح كده وبيهرج إن اللعيبة اللي غابت وخرجت اللعيبة خلاص زوجاتهم بدأت تكره النادي الأهلي وتكره اللعيبة بسبب إن هم دايما متواجدين مع الفريق، بيلعبوا كل ثلاث مباريات كل ثلاث أيام مباراة. فأعتقد حب النادي الأهلي موجود أكيد بين اللعيبة، لكن هو حرصا على ثبات التشكيل واستقرار قطار النادي الأهلي إلى أن يصل إلى مهماته الأخيرة في كل البطولات. هو أكد أن كل البطولات وكل المهمات اللي هو داخل عليها سواء مقبل في بطولة عربية أو بطولة أفريقية هي بالنسبة له كل مباراة بطولة. يمكن دي آخر الأجواء، ويمكن أنت ورايا النادي الأهلي بيجري إحماءه الأخير ولازم أرجع لك عشان خلاص وقتنا. طيب أحمد، مهم أننا نسألك خلص. قبل ما نختتم حوارنا معك مهم أننا كمان نعرف منك، هل سألت مستر كارترون عن رأيه في ثبات التشكيل؟ فكرة هل المرحلة دي بالنسبة له مهما كانت أهمية النتائج والمباريات وتحقيق الفوز في أي مواجهة، لكن هل بيعتبرها بدرجة ما لسه مرحلة تجريبية لأنه في بداية ولايته وتعاقده كمدير فني للنادي الأهلي، فمحتاج وقت أكتر عشان يثبت التشكيل، وعشان كده بيعتمد على أعداد كبيرة من اللاعبين بتتغير أحيانا في بعض المباريات، ولا دي فلسفته كمدير فني وهو من المدرسة اللي طول الوقت ممكن تعتمد على أسماء كتير مش بس على 11 أو 12 لاعب؟ هو بالفعل يا محمد زي ما انت قلت هو بيعتمد على اللعب الجماعي. سامحني انا عاوز ارجع لك يعني، لكن يمكن بعض الزملاء بيساعدونا ان احنا نطلع هوا، لكن للظروف وللحقوق اعتقد عاوز ارجع لك. بس هو اتكلم على جماعيه الفريق اهم بالنسبه له من الفرديه. شكرا لك زميلي محمد. بشكرك جدا زميلنا احمد كيوان مراسل قناه الاهلي من الاسكندريه، وده هيبان مع الوقت. طبعا الجمهور بيتساءل، واحيانا من نجومنا من ضيوف قناه الاهلي في استوديوهاتنا في برامجنا المختلفه بيتساءلوا، لان الفتره دي بيعتمد فيها باتريس كارترون على عدد كبير من الاسماء ومن النجوم، ودي في مدرستين في طريقتين في العالم. في مدرب بيصل الى التشكيل الثابت وبيتحرك في حدود من 11 الى 13 او 14 لاعب على اقصى تقدير الا في حالات الاصابه او الايقافات، وفي مدرسه تانية بتعتمد احيانا على 16 و17 و18 لاعب وبيصل بالجاهزيه الكامله للاعبين او التقارب في مستواهم الى الفرصه انه يكون عنده بدائل كتيره واوراق كتيره، احيانا بتكون مفاجاه حقيقيه لاي منافس مهما كانت الناس عارفه الكثير من الامور الفنيه عن الفريق وعن نجومه، لكن ده بيبقى سلاح قوي جدا لانه بيقدر يغير بيه كتير في شكل المواجهات وفي الاسلوب التاكتكس والاسلوب الخططي للفريق في اي مباراه. هرجع معاكم سريعا الى زميلي العزيز محمد سعيد ونسمع كمان رد فعله للمداخلات اللي تابعناها مع حضراتكم ولتصريحات المدير الفني باتريس كارترون، وايضا الكلمات اللي نقلها حضراتكم زميلنا احمد كيوان. محمد اتفضل. محمد، يعني زي ما ذكر زميلنا احمد كيوان من الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب والتدريب الاخير ليله المباراه لمباراه الاهلي وكامبالا سيتي وتصريحات باتريس كارترون في المؤتمر الصحفي اللي سبق هذا التدريب، في تفاصيل مهمه جدا في هذا الكلام. لكن لو بننظر للامور بنظره موضوعيه، ويمكن هنا حتى الاعلام الرياضي في مصر او حتى المحللين او لما بيشوفوا هذه المواجهات وكثره المباريات والاشتراك في العديد من البطولات، لو هنقارن ده بما قدمه زين الدين زيدان مع ريال مدريد
في بطولة دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأسباني العام الماضي. ريال مدريد كان من الأندية الكبيرة التي شاركت في العديد من المباريات والبطولات، وكان عندها فرصة أنها تلعب أكتر عدد من المباريات أكتر من برشلونة. لكن في نفس الوقت لو لاحظنا أبرز لاعب في الفريق وأبرز لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، يمكن مدة مشاركاته مع ريال مدريد خلال العام الماضي أو الموسم الماضي اللي ريال مدريد استطاع أن يفوز بدوري أبطال أوروبا يعني لم تكاد أو تصل النسبة إلى أكثر من حوالي من 70 إلى 75% من المباريات، وكانت فيه مباريات عديدة جدا زين الدين زيدان لم يعتمد على كريستيانو رونالدو في مباريات الليجا الأسبانية، وبالتالي ده عشان يوصل إلى التارجت أو الهدف الأسمى أنه فاز بدوري أبطال أوروبا. صحيح يعني حتى اللحظات الأخيرة كان هناك فرصة للاقتراب في صدارة الدوري الأسباني، كان خسر البطولة في النهاية، لكن التارجت الأعلى أنه فاز بدوري أبطال أوروبا على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. وبالتالي كان تفكير زين الدين زيدان أنه يدفع بعدد كبير من اللاعبين ويبقى في تدوير في عدد كبير من اللاعبين في مباريات دوري أبطال أوروبا والليجا الأسبانية عشان في الآخر يفوز بالبطولة الأكبر والأعظم ودوري أبطال أوروبا. نفس الأمر بيعمله باتريس كارتيرون مع النادي الأهلي مع سياسة كمان جديدة أنه بيحاول يطبق طرق لعب وطريقة مختلفة في العديد من المباريات عشان يشوف لو في بعض المباريات مدى المنافسة أو مدى القوة مش بالمستوى العالي يقدر يشوف طريقة لعب، عشان ما فيش وقت كمان أيضا أنه يلعب مباريات ودية. يعني فرصة أي جهاز فني عشان يقدر يحضر ما بين مباراة رسمية وأخرى يعمل مباراة ودية يجرب فيها طريقة لعب أو يدي فرصة لعدد من اللاعبين في إطار التدوير أو الروتيشن، لكن وقت صعب جدا. يعني حتى بعد مباراة كامبالا سيتي عدد المباريات القادمة كبير جدا خلال شهر سبتمبر، اللهم يمكن حوالي 7 أيام نتيجة مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية والمباراة الأولى أمام النيجر بإذن الله للمدير الفني كفير أجيري. لكن بالنسبة للأهلي خلال المرحلة القادمة رغم الأداء لم يصل للقدر المطلوب من جماهير النادي الأهلي، لكن الجهاز الفني أكد على أن هذه المسألة مسألة وقتية، وخلال الفترة القادمة هناك عوامل كثيرة الجهاز الفني بيسعى لها أن هو بيقدر يجهز كل اللعيبة، بيحضر طرق لعب مختلفة لمواجهة الفرق الأفريقية. والأهلي خلال الفترة القادمة الأهلي قادم بشكل جيد، لكن مهم جدا الصبر على الفريق لأن الأداء اللي ظهر به الأهلي أمام الترجي التونسي لم يكن وليد الصدفة. خلال المباراة القادمة بالتأكيد زميلي محمد هيكون في أداء أفضل من كده، وعندنا مباريات مهمة سواء البطولة الأفريقية البطولة العربية، شايفين كمان في إضافة عدد مباريات السوبر المصري السعودي السوبر الإماراتي بالإضافة لمباريات الدوري ما يقرب من 80 مباراة للنادي الأهلي خلال موسم 2018-2019. زميلي محمد أشكرك زميلي محمد سعيد، وهننتقل طبعا من حديثنا إن شاء الله التجربة تكون موفقة ويسير الفريق بنفس الخطى الثابتة وبشكل فني كمان وخططي وبدني يزداد ارتفاعا من مباراة للتانية عشان نوصل لأفضل شكل مرضي للجمهور، النتائج والأداء الخططي والالتزام الخططي بتكليفات الجهاز الفني، وكمان طبعا الطابع الجمالي والفني والمهاري اللي بيبقى دائما أبدا مطلوب، طموحات جماهير الأهلي بلا حدود وثقتهم بلا حدود في نجومهم وفي خبرات اللاعبين والجهاز الفني، وبنطلب دايما العلامة الكاملة الإجادة في شكل الأداء وكمان الحسابات الخاصة بالنقاط وحصد الأرقام والفوز في المباريات المختلفة. هننتقل سريعا من الحديث عن استعدادات فريقنا للمباراة المهمة أمام كامبالا سيتي إلى ما أثير في الفترة الأخيرة إن في توترات أو خلافات بين نجمنا محمد صلاح ومحامي رامي عباس والمسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم. دايما في اجتهادات قراءات من وسائل الإعلام الرياضي من الصحف الرياضية، كل واحد يتناول الأمر من وجهة نظره وحسب المعلومات اللي وردت إليه أو وصلت له. طبعا في أمور لازم نستقر عليها أو نتفق عليها وكلنا متأكدين منها، محمد صلاح بالتأكيد بيحترم اتحاد بلده والمسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأكيد حريص على الصالح العام للكرة المصرية وعلى استفادتها وتعظيم استفادتها بقدراته وصيته الذاء عالميا وحجم النجومية غير المسبوقة اللي حققها كأول لاعب مصري يحقق هذه الأرقام وهذا الحجم من النجاح. على الجانب الآخر أعتقد أن نفس الأمر ممكن نصف به اتحاد الكرة، المفترض كمان في المسؤولين في اتحاد الكرة أنهم أكيد سعداء بنجاح هذا النجم الاستثنائي نجمنا الكبير محمد صلاح، وأكيد يتمنوا أنه يحقق أعظم استفادة ويكون مثال للالتزام كمان بتعاقده مع نادي ليفربول وبأمور احترافية بحتة بتفرض على أي لاعب في القارة الأوروبية، أمور تعاقدية وتسويقية وحقوق وأمور مالية خاصة بحقوق الرعاية. عشان كده أعتقد أن كل الأطراف لازم تشوف الأمر بوجهة النظر التانية، لازم الاتحاد ينظر من وجهة نظر محمد صلاح ومحاميه، ولازم محمد صلاح ومحاميه ينظروا للأمر من وجهة نظر اتحاد الكرة اللي أكيد سعيد جدا بنجاح نجمنا وابننا العزيز محمد صلاح وبيتمنوا ان هذا النجاح يستمر وانهم يستفيدوا فيه بالشكل الامثل. اعتقد الامر لازم يكون في مراعاه للامور الماليه المتفق عليها، الامور المفروضه على اي لاعب بموجب تعاقده مع ناديه، واذا كان طبعا تعاقد مع نادي بحجم واسم ليفربول وارتباطات وقوه
وإلزام اللاعبين في ارتباطاتهم في الدوري الإنجليزي أغلى وأشهر الدوريات عالميا، وأكيد هنصل لحل ولصيغة إن شاء الله تكون الصيغة الأفضل للحفاظ على كافة الحقوق وعلى مصلحة كافة الأطراف. عشان كده هنشوف في الفترة الجاية إيه اللي هيحصل، والنهاردة أعتقد هيكون معانا كمان هاتفيا واحد من المسؤولين في اتحاد الكرة المصري يكلمنا أكتر عن التفاصيل وما تم التوصل إليه. رأيك إيه محمد في الخلاف ده وما أثير حول هذه الأزمة في الفترة اللي فاتت؟ والله يا محمد يعني الموضوع بالنسبة لنا موضوع شائك جدا، يعني أنت بتتكلم عن قيمة نجم كبير جدا في الكرة المصرية محمد صلاح، وأحد السفراء أو السفير الأهم للكرة المصرية في الدوريات الأوروبية في الدوري الإنجليزي، وفي نفس الوقت برضه عندنا مصلحة مهمة، يعني مفيش أي مصلحة تقدر تكون قصادها أو ماشية معاها بالتوازي، مصلحة منتخبنا الوطني. كل هذه المشاكل الإدارية أنا شايفها أيا كانت قيمتها أو أيا كانت تفاصيلها لازم يتم وضعها جانبا وتحل بأيا كانت الطريقة اللي ممكن تحل بيها. وأعتقد لو في لوائح ثابتة في الطلبات اللي طلبها محمد صلاح من خلال وكيل أعماله أو يعني تعبير يعني أدق محامي الخاص بيه أو مدير أعماله تتم من خلال اللوائح المنظمة لحقوق اللاعب مع المنتخبات الوطنية، وعندنا المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وهو رئيس اتحاد الكرة بالتأكيد عنده تفاصيل مهمة جدا في هذه الأمور اللائحية أو القانونية. لكن اللي يهمنا أنا أو يهم جمهور الكرة المصرية بشكل عام أو الشعب المصري هو مصلحة المنتخب الوطني. مفيش أي مصلحة في الدنيا تكون فوق مصلحة اعتبار البلد أو مصلحة المنتخب. مصلحة المنتخب خلال الفترة القادمة هذه الأزمة هل قد تؤثر على منتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية؟ لأن في نفس الوقت واحنا بنتكلم في أزمة محمد صلاح مع المنتخب والحقوق التجارية أو إيه اللي ليه أو إيه اللي عليه، الكلام داخل كمان في مرحلة أن هل الاتحاد الكورة بعت للنادي ليفربول الإنجليزي في التوقيت الرسمي لاستدعاء محمد صلاح في الأجندة الدولية، ولا هو بعت كمان متأخر حوالي 96 ساعة، فدخلنا كمان في دوامة أن الاختيار بالنسبة لمحمد صلاح في الأجندة الدولية قد لا يكون سليم وبالتالي لن ينضم في المعسكر القادم. هنا تكمن الأزمة. الأزمة بالنسبة لنا بالنسبة للمنتخب الوطني في مشاركة اللاعبين المحترفين والتواجد بأفضل العناصر في المباريات القادمة، لأن مصلحة المنتخب بصراحة يعني مصلحة فوق أي اعتبار وفوق يعني أي حد، لأن الفترة القادمة بالتأكيد منتخبنا الوطني هو بالنسبة لنا هو رقم واحد. محمد صلاح يعني قيمة كبيرة واسم كبير، وعندنا مثلا في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي هو رقم واحد، وفي البرتغال كريستيانو رونالدو، لكن في نفس الوقت منتخبنا الوطني فيه عناصر أيضا مهمة جدا وعناصر مميزة، في محمود حسن تريزيجيه، في لعيبة مميزة جدا بتلعب في الدوريات الأوروبية لا تقل أهمية عن محمد صلاح، لكن هذا الأمر يحل بشكل قانوني ولائحي، ما يكونش فيه قاعدة عرب، ما يكونش فيه حلول لطرف على حساب آخر، وفي الآخر مصلحة المنتخب الوطني هي الأهم. زميلي محمد بشكرك زميلي محمد سعيد، وأخيرا هنترقب طبعا ما نستمع إليه من خلال مداخلة هاتفية محتملة اليوم مع أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم. زي ما محمد قال وزي ما حضراتكم أكيد بتتفقوا مع الرأي ده، إن لازم تدار الأمور بشكل بعيد عن المشاعر، بعيد عن فكرة التعاطف مع اللاعب، التعاطف مع اتحاد الكرة المصري، لازم الأمور تدار وفقا للصالح العام اللي بتحدده المواثيق والعقود المفروضة على الاتحاد وعلاقته التعاقدية مع لاعبي المنتخب وحقه في الاستفادة بيهم سواء فنيا أو تسويقيا أو دعائيا أو ماليا، وحق اللاعب وحق النادي عليه في الدوري الإنجليزي، وأيضا حق النادي في الاستفادة من اللاعب والسماح له بالتحرك للمشاركة مع منتخب بلده وفقا لضوابط محددة في التعاقدات مع اللاعبين المحترفين. إن شاء الله نصل لأفضل صيغة لو تعاملنا مع الأمر بشكل هادئ ومتزن وعلمي بعيد عن أي توترات وعن أي اجتهادات إعلامية غير دقيقة. إن شاء الله الأزمة تحل في أسرع وقت بشكل يخدم منتخب مصر ويحافظ على حقوق اللاعب ومصالحه كلاعب محترف في أكبر دوريات العالم، وأيضا على أي مصالح واستحقاقات للاتحاد المصري على لاعبي نجوم الكرة المصرية ومنهم بالتأكيد نجمنا محمد صلاح. مع زميلي العزيز محمد سعيد وحوار موسع ومستفيض عن مشوار النادي الأهلي ومسيرته في الدوري الممتاز والبطولة الأفريقية دوري الأبطال والمباراة المرتقبة المهمة أمام كامبالا سيتي في دوري المجموعات مع نجمنا الكبير نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن أحمد بلال، ونعود بعدها لاستكمال فقراتنا المختلفة من خلال الأهلي الليل. من جديد وفترة حوارية مهمة جدا بالتأكيد في هذه الليلة من برنامج الأهلي الليلة،
ليله مباراه الاهلي وكمبالا سيتي الاوغندي في الجوله السادسه من مباريات المجموعه في البطوله الافريقيه. فقره حواريه هنتكلم في تفاصيل كثيره جدا في هذه المباراه، مباراه مهمه جدا، الثلاث نقاط مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي لضمان صداره المجموعه والتاهل في المركز الاول، لضمان مواجهه فرق اخرى في ترتيب المركز الثاني في المجموعات الاخرى في البطوله الافريقيه. لكن الحديث حول هذه المباراه وتفاصيل البطوله الافريقيه والمواجهات القادمه ومشوار النادي الاهلي في الدوري والمباريات الافريقيه، يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي الكابتن احمد بلال مهاجم فريق النادي الاهلي. كابتن بلال، اولا برحب بيك، منور بيتك في قناه النادي الاهلي في حدث مهم جدا ليله مباراه الاهلي وكمبالا سيتي. ربنا يخليك يا محمد واهلا بيك طبعا، يعني وشرفني طبعا اكون موجود في قناه الاهلي، القناه اللي كل عشاق النادي الاهلي طبعا بيتابعوها ودايما بيستمتعوا بيها ان شاء الله، وتكون ليله سعيده ان شاء الله ويوم سعيد بكره باذن الله تعالى ان شاء الله في مباراه الاهلي، وانتهي بانتصار ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله تعالى. مباراه مهمه محتاجين الانتصار، فبنتكلم في انتصار وعايزين نكسب وثلاث نقاط، فمحتاجين نكسب وعايزين اهداف، فمش هيكون معانا افضل من احمد جوال الشهير باحمد بلال، تعليق الشهير للكابتن احمد شوبير ليك طبعا، فبالتاكيد عندنا تفاصيل مهمه هنتكلم فيها النهارده. الله يخليك، ربنا يكرمك. بص، شوف النادي الاهلي مهما كانت المباراه هو دايما بيلعب على المكسب، يعني ايا كانت الظروف، حتى لو مباراه وديه، وده بحكم يعني بحكم قيمه وقامه النادي الاهلي الكبيره جدا، اي مباراه كانت وديه، مباراه رسميه، مباراه احتفاليه، جمهور النادي الاهلي لا ينتظر من النادي الاهلي غير المكسب ايا كانت المباراه. ما بالك بقى في ان المباراه مهمه جدا، مباراه توصلك انك تكون اول، انت عارف المباراه دي يعني خلاص، انت الدور اللي جاي دور النوك اوت، يعني خلاص اللي هيكسب خروج المغلوب. بالظبط، اللي هيكسب هيصعد والمغلوب خلاص هيخرج بره، فانت مهم برضو بالنسبه لك انك تقابل في ظل الظروف اللي انت فيها كل 3 ايام مباراه، اجهاد كبير، لعيبه كتيره جدا ممكن تعاني من كتر المباريات المتتاليه والمتلاحقه ورا بعضها، فممكن انت عايز برضو فريق ما يكونش قوي تصطدم بيه في الوقت الحالي، عايز فريق برضو يكون اقل منك شويه، عارف انت المباريات الكبيره بتحتاج مجهود اكبر، المباريات الصغيره برضو المجهود فيها بيبقى اقل شويه، مهما يعني مش هنتكلم برضو بلغه ان انت هتبذل قصارى، بتبذل قصارى جهدك وكل حاجه، لكن كل مقام المقال، كل مباراه ليها لعبتها، كل مباراه ليها التكتيك بتاعها، في مباراه تقدر تريح فيها اللعيبه، في مباراه ما تقدرش تريح فيها اللعيبه، في مباراه بتتطلب منك مجهود ذهني كبير جدا جدا اكتر كمان من المجهود البدني اللي بتبذله في الملعب، فمهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان بكره ان شاء الله ينتصر وياخد الثلاث نقاط عشان يتاهل كاول مجموعه باذن الله. طيب ابدا معاكم الحديث عن مباراه كامبالا سيتي. اولا يمكن الفريق الوحيد اللي فاز عليك في البطوله الافريقيه حتى هذه اللحظه فريق كامبالا في الجوله الثانيه في اوغندا بهدفين مقابل لا شيء. ايه الاختلاف ما بين المباراه ديت والمباراه اللي هتقام بكره باذن الله في ختام مباريات المجموعه؟ لا، اختلاف كبير. الاهلي في مباراه كامبالا سيتي الاولى كان قبل نهايه السيزون، مدير فني مختلف كابتن حسام البدري، طبعا مع كل الاحترام والتقدير لكابتن حسام والمسيره الجيده اللي عملها مع النادي الاهلي وحصوله على بطوله الدوري العام وكاس مصر والسوبر المصري، طبعا كانت مباراه في نهايه الموسم، اجهاد كبير جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لعيبه ما كانتش ريحت، مجهود كبير جدا، لعيبه جايه من كاس عالم، لعيبه بتلعب بطوله افريقيا، بطوله الانديه الافريقيه، لعيبه لعبت كاس مصر، لعبت السوبر المصري، مباراه كانت متلاحقه في الدوري المصري، فكانت لعيبه في حاله اجهاد كبيره جدا، كمان كان عندك لعيبه كتيره جدا ما كانتش موجوده، كانت لعيبه كتيره جدا مصابه، الاهلي بمن حضر ولكن اللعيبه اللي كانت بتلعب، اللعيبه اللي كان لها تاثير كبير زي وليد ازارو، اجاييه، كان معانا، كان موجود عبد الله السعيد كان بيلعب برده بشكل مستمر السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي، لاحمد فتحي، لعيبه كتيره مؤثره، وليد سليمان، لعيبه كتيره كانت مؤثره جدا ما لعبتش معاك المباراه دي، فما كانوش موجودين بعد اجاء، وكمان زائد الاجاد الكبير جدا، زائد خلاص ان انت كنت خلاص بتنهي موسم، فكان في حاله من الملل برضو عند كتير من اللعيبه، انت عارف نهايه الموسم دايما بتبقى في حاله من الملل، لعبت موسم كبير طويل شاق بالنسبه لك، مجهود كبير جدا بالنسبه لك، شبعت كوره طول الموسم، فبالتالي بتيجي اخر الموسم تبقى عندك نوع من الملل شويه، فبتبقى ونوع من الاجاد، فبتبقى عايز تريح، فالمباراه كانت صعوبتها ان هي كانت نهايه الموسم، عشان كده النادي الاهلي ممكن يكون كان حظوظه قليله في المباراه دي، بالرغم انك سيطرة ميدانية الشوط الأول وكنت الأقرب للفوز، أضعت ركلة جزاء، التوفيق كان معاهم الشوط الثاني، المجهود والحر وأرضية الملعب وعوامل كتيرة جدا جدا اختلفت. النهارده أنت بتتكلم في بداية موسم، لعيبة لسه واقفة على رجليها، في حالة من الإجهاد، مش عايز أقول في حالة من الإجهاد، قصدي في حالة من الإرهاق في الوقت الحالي لتتابع المباريات ورا بعضها، ولكن بتلعب في ملعبك، أنت دلوقتي أعتقد إنك أكثر نشوة، الرغبة عندك بقت أكبر، مكسبك للترجي بره في ملعبه، مكسبك بره ومكسبك هنا للتاونشيب رولز في هنا ومكسبك هناك، ادى حاله عندك ان ادى روح معنويه عاليه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، جمهورك هيكون معاك هنا متواجد في المباراه، انك عايز تصل
لانك تكون الاول على المجموعه دي، وده حق مشروع وحق طبيعي جدا للنادي الاهلي يعني بطل ابطال افريقيا. فالمباراه اختلفت بشكل كبير، مدير فني مختلف بيلعب بسيستم وتكتيك مختلف، لعيبه اعتقد ما فيش حاله من الجهات زي ما اتفقنا ان ده بدايه موسم او في حاله من الارهاق، بعض الارهاق لبعض اللعيبه من تتابع الوقت، ولكن مش حاله الاجهاد. بس يا كابتن بلال، فكره الاجهاد هي متعلقه بس بدايه الموسم، يعني انت لسه بتبدا الموسم وفجاه لقيت نفسك في اقل من 40 يوم لعبت 8 مباريات مع 40 ساعه سفر طيران، كل ده في اول شهر ونص انت بدايه موسم وعايز تبدا تدريجيا، ده مش بالفعل ممكن يأثر عليك ويجهدك ويرهقك حتى ولو ارهاق بدني؟ طبعا، حتى لو ممكن يكون اصعب من ختام الموسم. طبعا ارهاق بدني. ما انا عايز اقول لك، بص هو الفكره نهايه الموسم بيبقى عندك خلاص انت عندك اجهاد عضلي اجهاد بدني كبير جدا نهايه الموسم، انما دلوقتي عندك ارهاق، يعني حاله من الارهاق، الارهاق اللي هو عارف انت دايما بتبذل مجهود متتالي، دايما بتبذل مجهود مضاعف، دايما على طول في حاله في حاله تاهب مستمر، انك تلعب مباراه بشكل مستمر، في لعيبه ما بتقعدش، في لعيبه ما بتريحش، اعتقد الطاقم اللي ورا ما بيريحش، اللعيبه اللي موجوده يعني سعد السمير ممكن ما يكونش رايح كتير، سليف كوليبالي ما رايحش من ساعه من بدايه الموسم يعني منذ انتقال للنادي الاهلي، بعض اللعيبه ما رايحتش ما خدتش جزء من الراحه، فعشان كده ممكن يكون ارهاق بدني بالنسبه لك، لكن معدل اللياقه البدنيه مرتفع بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. في فرق بين انك مش جاهز بدنيا، لا جاهز، الاهلي جاهز بدنيا، بدليل انه لعب في الترجي لنهايه المباراه وهو كان كل اللعيبه تقريبا واقفه على رجليها، كل اللعيبه بدنيه اعلى من الترجي، قوه بدنيه اعلى من الترجي بكتير، تمام. لكن انت دلوقتي في حاله من الارهاق، الارهاق ده بيحصل لما بتتابع التدريبات والمباريات ورا بعضها على طول، انت النهارده كل 3 ايام مباراه، يعني احنا النادي بكره الثلاثاء، الاهلي كان بيلعب الجمعه، سبت حد اثنين وبتلعب مباراه، قبلها كان بيلعب برده الاثنين، فانت 2 3 4، فانت كل 3 ايام مباراه، طبعا صعب على لعيبه في بدايه موسم انك تشتغل الشغل ده، انك كل 3 ايام تلعب مباراه، حاله من الارهاق. طبعا عاجبني طبعا سياسه التدوير اللي بيتبعها مستر كارتيرون، ان هو بيغير بعض اللعيبه في بعض الاوقات في بعض المباريات، ندي قسط من الراحه لبعض اللعيبه، لان طبعا انت عارف لعيبه النادي، لان انت بتتكلم في ال 30 بتوع لعيبه النادي كلهم سوبر ستار، يعني كلهم سوبر ستار، يعني افضل لعيبه في مصر طبعا كلهم، بالتالي فانت عندك ما عندكش مشكله الحمد لله، هتبقى بس المشكله كلها مين الاجهز بدنيا بالنسبه لك، او مين الافوق بالنسبه لك، او مين حالته تسمح انه يلعب ويكون عنده جاهزيه بالنسبه لك، هو ده اللي تختلف. بس عارف يا كابتن بلال، حتى بنتفرج دلوقتي على تدريب الاهلي النهارده، يمكن دي تدريبات او لقاء يعني صوره حصريه من تدريب فريق النادي الاهلي على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب ليله المباراه باذن الله، لكن عايز اقول لك يمكن الجهاز الفني بيتعامل مع هذه المساله انه بيعمل صباح يوم المباراه او ليله المباراه روتيشن او مساله تدريب خفيف ستريتشات في الفندق في المعسكر، مدتها بتبقى حوالي نص ساعه او ساعه، وده استراتيجيه جديده شويه لمايكل ليندمان وحسين عبد الدايم في جزء الاحمال البدنيه في الفتره الاخيره، بدا من اول رحله بتسوانا مع كل مباراه بيعمل تدريب خفيف، يعني فك عضلات او استريتشات للعيبه قبل المباراه بيوم، ولو يوم المباراه في عدد معين بيشتكي من اجهاد او هيكون في المباراه برضه بيعمل تدريبات بدنيه بحيث ان يأهل اللعيب بشكل جيد. ده يبدو انه هيستمر على مدار الموسم بحجم المباريات ده بتدوير اللاعبين، شايف ان ممكن ده ياثر شويه على الاداء الفني في عدد المباريات القادمه، ولا بالعكس يعني الجهاز الفني بحاله التدوير دي ممكن يجهز لعيبه اكتر لمباريات قادمه اكتر؟ شوف خلينا نتفق ان احنا زي ما قلنا من شويه محمد ان النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده او العدد اللي موجود فيه من اللعيبه كلهم على مستوى عالي جدا، يعني الفروق الفرديه مش كبيره، ممكن يكون فرق الخبرات بس هو العامل الفرق ما بين اللعيبه وبعضها، ولكن الفنيات اللي موجوده اعتقد ان كل اللعيبه في النادي الاهلي موجودين في الوقت الحالي، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، اللي جوه ال 18 او اللي بره ال 18، اللي بيلعب اساسي في ال 11 او اللي ما بيلعبش، كلهم الفروق الفرديه قليله ما بين اللعيبه، ولكن ممكن تكون عامل الخبره بس انت اللي بتبقى محتاجه في بعض الاوقات، يعني انت في مباريات بتحتاج لعيبه عندها خبره، لعيبه تقدر تخلص مباراه، هي دي الفرق اللي ما بين لعيبه النادي الاهلي وبعضها، لكن اللعيبه بشكل عام لعيبه النادي الاهلي كلها اعتقد في نفس المستوى، احنا شفنا صلاح محسن بينزل بيسجل هدف، المباراه اللي بعديها بيبتدي بيلعب بيسجل اهداف، وليد سليمان كان جاي من بعيد من اصاباته وبتاع السيزون ده من افضل البدايات بالنسبه له من وجهه نظري، محمد هاني بيلعب بيشارك بشكل كويس، احمد فتحي بيشارك كل اللعيبه اعتقد بتشارك بشكل جيد. طيب بما ان احنا بنتكلم على جهاز الارهاق نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نعود الحديث عن المرحلة البدنية والاستعداد الأهلي بإذن الله لمباراة كامبالا سيتي.
اهلا بكم من جديد. وقبل الاستفاضه بقى في الحديث عن مباراه كامبالا سيتي والاهلي في البطوله الافريقيه، بالتاكيد النهارده في حدث مهم جدا، اجتماع اتحاد كره القدم وازمه محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص بقى بعض الامور الخاصه به هو على المستوى الشخصي في الفتره القادمه عندما ينضم لي معسكر المنتخب الوطني. كابتن بلال، يعني محتاجين نتكلم بالتاكيد عن مباراه الاهلي وكامبالا سيتي، لكن هذا الحديث في التوقيت الحالي لان هيكون معانا مداخله تليفونيه مهمه هتشرح اكتر هذا الموضوع. شايف موضوع صلاح ازاي واجتماع اتحاد الكره النهارده لمناقشه هذا الامر ومسائل كلها بعيدا عن كره القدم، مسائل تجاريه او مسائل خاصه بلاعب مع المنتخب الوطني او اتحاد كره القدم؟ بص، انا عايز اقول لك الازمه فين، ايه الازمه اللي حصلت، الازمه اللي ليه طلبات معينه بالظبط، والطلبات دي جت ليه، حصلت ليه؟ يعني محمد صلاح بعت الطلبات دي لاتحاد الكره ليه بشكل رسمي؟ اتحاد الكره ليه؟ اكيد حصل مشاكل كتيره قبل كده بره في معسكر المنتخب مصر في كاس العالم اللي فات، واللي يعني بصددها هتكلم الاعلام كتير واتكلمت الناس واتكلم السوشيال ميديا ان محمد صلاح له طلبات وان هو مستاء جدا من معسكر المنتخب والدخول والخروج. انت عارف انت كنت، احنا كنا قاعدين في كاس العالم تتفرج على صوره واحد مع محمد صلاح، صوره واحد مع تريزيجيه، يعني ما كانش في انضباط بشكل كبير داخل معسكر المنتخب. ده ما قيل وما اثير هناك حول يعني في كاس العالم، انت رايح بطوله قاريه كبيره جدا، اكبر بطوله في العالم، انت رايح منتخب مصر اسم كبير في كره القدم، افضل الاسماء الافريقيه على الاطلاق، وبتروح هناك معسكر مفتوح، معسكر فيه اهالي الناس، الفنانين والفن بقى مع احترامي لكل الطوائف يعني، ولكن مش وقت الزيارات. طب راح مهمه كبيره جدا، انت ما سمعناش ان مثلا منتخب انجلترا ولا منتخب المانيا ولا منتخب البرازيل كل واحد مثلا اهله وناس وحبايبه وفنانين واصحابه والاهل والاقارب رايحين هناك المعسكرات، ده معسكر منتخب مصر، يعني لازم يكون في كتير من الالتزام، كتير من الانضباط، كتير من الاحترام، دي مسؤوليه كبيره جدا. اعتقد ان محمد يعني يواجه هناك مشاكل كتير جدا، والا مش هيعمل كده، مش هيبقى اتحاد الكره يخاطبهم بشكل رسمي. انت بتتكلم في الاول وفي الاخر ده منتخب بلدك، يعني محمد صلاح ده منتخب بلده. طب عشان نعرف بقى الخطابات كان فيها ايه وايه التفصيل اللي حصل في الموضوع ده، بينضم لي دلوقتي على التليفون الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق. استاذ حسام، اولا برحب بيك وتحياتي كابتن احمد بلال ليك. اهلا بك زميلي العزيز محمد سعيد، وتحياتي طبعا لكابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد بلال، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. طيب بالتاكيد استاذ حسام، يعني حدث مهم جدا وفي تفاصيل كتير، والنهارده حتى وكالات الانباء العالميه يمكن كل القنوات الاوروبيه والقنوات العالميه بتنقل هذا الموضوع، وتركيز اكتر على خطابات محمد صلاح من خلال المحامي الخاص ومدير اعماله رامي عباس. ايه التفاصيل الموجوده في هذه الخطابات؟ لان انا عندي معلومه ان الخطابات ظهرت للراي العام وتم ترجمتها كمان عشان تشوف المطالب الخاصه بمحمد صلاح من اتحاد كره القدم. بالفعل يمكن النهارده او اثيرت الازمه تحديدا بعد التغريده اللي نشرها محمد صلاح امبارح بالليل على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الدنيا اتقلبت بعد التويته، وانه اتحاد الكره مش بيرد على الرسائل بتاعتي، وانه المحامي بيحاول يتواصل ومحدش بيرد عليه. طبعا الدنيا حصل فيها تطورات كتير امبارح بالليل، لكن النهارده طبعا اللي حصل انه اتحاد الكره كان عنده اجتماع، خرج المهندس احمد مجاهد عضو مجلس الاداره والمتحدث الرسمي، يعني شرح بالتفصيل ما تم خلال الايام الماضيه. هو الراجل قال انه يعني محامي محمد صلاح بعت خطاب يوم 11/8 على الايميل الخاص بالمهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد، وانه الخطاب يعني كان بيحمل لهجه غير مقبوله اطلاقا حتى ما بين الناس العاديه، فما بالك ب حد بيكلم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني قال ان في الفاظ لا يقبلها اي احد، منها ان هو بيدي مهلة انه لو ما تمش تنفيذ المطالب الخاصة بمحمد صلاح اتحاد الكرة لازم يمشي او لازم يستقيل. الخطاب ده هو بيقول انه ما كانش بيحمل اي توقيع، فبالتالي ما فيش يعني ما يدل انه ده شيء رسمي. كمان اتبعت الخطاب مرة تانية يوم 16/8 بالتوقيع بنفس اللهجه بالتوقيع، وبيدي مهله لغايه يوم 27 اللي هو النهارده، وانه لو ما تمش تنفيذ المطالب دي هيطلع محمد صلاح ووكيله او محاميه هيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي انه اتحاد الكره لازم يستقيل. ال- 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 الخطاب اللي وصل امبارح بالليل من المحامي ده الخطاب الثالث، ان هو بيسحب فيه الالفاظ اللي هو قالها، او ان هو زي يعني بيعتذر عن الالفاظ اللي اتقالت بتاعه الاستقاله لغه التهديد اللي وصفها اتحاد الكوره. انا بقول لك الاوصاف اللي اتقالت من المهندس احمد مجاهد، انه سحب الكلام ده، وان هو بيطالب اتحاد الكوره بضروره الرد على المطالب اللي عايزها محمد صلاح. المطالب دي انه
يكون في حارس شخصي على باب الطيارة، يكون في حارس شخصي أمام الأسانسير في الفندق، يكون في حارس شخصي أمام غرفة الملابس، يعني فيما معناه يعني أنه حارس شخصي أو اثنين يرافقوا محمد صلاح في كل تحركاته، أنه ممنوع أنه أي حد قريب أو على علاقة باتحاد الكرة أو لي صلة باتحاد الكرة يطلب منه أنه هو يتصور مع أي حد، أنه ممنوع منعاً باتاً استغلال صورة محمد صلاح في أي دعاية إعلانية سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي مع زملائه في المنتخب إلا بموافقة كتابية من محاميه. دي يمكن أهم وأبرز المطالب، وهو قال أنه اتحاد الكرة رد على الخطابات دي النهاردة وأكد فيها أنه اتحاد الكرة بطبيعة الحال بيحاول توفير كل سبل الراحة للاعب المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، وأنه بيقدر تماما قيمة محمد صلاح كنجم عالمي كبير. أستاذ حسام معلش أنا آسف للمقاطعة، المهندس أحمد مجاهد هل في تعليقه وفي المؤتمر الصحفي وحديثه عن هذه الأمور هل تحدث بشكل قانوني يعني أهمية هذه الخطابات بشكل قانوني، هل يحق للاعب محترف أيا كان اسمه أن يطالب بمثل هذه المطالب، ولا كانت الأمور كلها رايحة في شكل اعتيادي دون الاعتماد على اللوائح والقوانين المنظمة ما بين اللاعبين المحترفين مع اتحاد كرة القدم؟ لا، هو قال ان في امور محمد صلاح عنده حق فيها واتحاد الكوره لازم ينفذها او لازم هيعرف يطبقها. قال زي ايه؟ ولا ما قالش؟ لا هو ما قالش زي ايه، بس الكلام واضح انه زي مثلا يعني الحقوق التجاريه او تنسيق الامور التجاريه، لانه ده تم بعد كاس العالم او بعد الازمه اللي حصلت قبل كاس العالم، تم تعيين الاستاذ حماده زاهر في منصب مدير التسويق الخاص بالاتحاد علشان يعمل الموضوع التعاقدات، واعتقد ده بيتم. لكن في نقطه انه مثلا زي موضوع الحارس اللي ينتظر محمد صلاح في على سلم الطائره او عند بمجرد هبوط الطياره، قال ان احنا اتحاد الكوره حتى لو ينفع ان احنا نعمل ده في مصر فبشكل اكيد احنا مش هنعرف نعمل ده بره مصر، لانه كل دوله ليها قوانينها وليها القوانين اللي بتنظم دخولك، انت لازم تنزل في المطار وتعمل اجراءات الدخول يعني زيك زي باقي اللاعبين يعني. يا حسام مساء الخير كابتن بلال، عايز اقول لك حاجه يا حسام. طيب بس هو بره مصر. اتفضل يا كابتن بلال. بره مصر بطبيعه الحال يعني ما فيش حد هينزل من قرايب الاتحاد ولا اخواتهم ولا اصحابهم هيروح يتصور مع اي لاعب من منتخب مصر مهما كان يعني. طبعا هي واضح ان بص واضح من وجهه نظر يعني واضح ان الموضوع في مشكله ثانيه، في شويه حاجه شخصيه يعني. كل ان محمد يقول انا اقول لك المشكله انا من وجهه نظري المشكله اللي حصلت يعني سببها نقطتين. النقطه الاولى موضوع الحقوق التجاريه والاعلانيه اللي حصل قبل كاس العالم، دي الحلقه المفقوده بقى، هي دي الحلقه المفقوده، وده ده موضوع كلنا عارفينه. دي نقطه. النقطه الثانيه فعلا يا كابتن احمد موضوع انه ما ينفعش اي حد يدخل لمعسكر المنتخب، ما ينفعش اي حد يخترق لغرف اللاعبين، ما ينفعش اي حد ايا كان من هو يتكلم مثلا الساعه 2 بالليل او الساعه 3 بالليل على التليفون الداخلي في الفندق يصحي لاعب او يقول له عايزين نتصور معاك او الكلام ده كله. اعتقد ان دي امور كلها يعني مش على محمد صلاح بس، لازم على 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 كل لاعبي المنتخب يكون في امور تنظم الموضوع ده. طيب هل اي اختراق، لان احنا دلوقتي حتى يعني في عصر انه كل لاعب ليه حقوق اعلانيه مع شركات معينه. استاذ حسام هل كل ده لازم يكون عشان موضوع وقتنا؟ طيب استاذ حسام هل في قرارات اتخذت في نهايه الاجتماع او في اجتماع ممتد للفتره القادمه للحديث في هذا الامر، ولا الامور وصلت لين في هذه اللحظه؟ لا، الامور انه اتحاد الكره رد على خطاب محمد صلاح، لكن بعدها خرج محاميه بتغريده ثانيه بيقول فيها فيما معناه يعني انه اتحاد الكره بيحاول تشويه طلبات محمد صلاح. وكمان بالتوازي محمد صلاح كتب بوست على فيسبوك على صفحته وقال انتظروني بعد قليل في فيديو لايف هيتكلم فيه بوضوح عن المشكله. اعتقد ان يعني بنهايه اليوم انا اتوقع ان الموضوع يعني هيتصاعد مش هيهدى، وان كنت اتمنى في النهايه ان الموضوع يتم احتوائه قبل المباراه المهمه من وجهه نظري مع النايجر في تصفيات كاس الامم. شكرا جزيلا استاذ حسام زايد الناقد الرياضي. كابتن بلال، انا اللي يؤرقني في هذه المساله مش مشكله صلاح او الحقوق او الطلبات، انا خايف على العلاقات الشخصيه او يعني الانسجام بين لعيبه المنتخب وعلاقات الود بلعيبه المنتخب، لان هذه الامور ممكن تثير غيره عدد من اللاعبين مع لاعب اخر مع يعني انا قلق على المنتخب الوطني في هذه المساله، يعني الموضوع ده ممكن ياثر على المنتخب. لا واضح ان المشكله مشكله ازمه حصلت قبل كده. خلاص انت بتتكلم عن لعيب مش عايز، واضح ان
يعني كلام محمد صلاح بيشير ان اعضاء اتحاد كره القدم المصري بيجيبوا اهلهم يتصوروا مع صلاح ويكلموه يقعدوا معاه في الاوتيل وصور شخصيه والكلام ده كله، بالاضافه طبعا الازمه التجاريه. ما انت عندك ازمه كبيره، حصل الازمه كبيره بقت خلالها شويه ازمات صغيره. الازمه الكبيره اللي هي استغلال صوره محمد صلاح للطياره، وان دي حقوق، وان دي رايتس مثلا، في رايتس لمحمد صلاح مثلا مع شركات تانية، وانت حطيت الحقوق دي مع بعضها وحصل مشكله كبيره جدا. تتتبع الكلام ده الحاجات، انا بكلمك على الخطاب المرسل محمد صلاح، تتبع الكلام ده الازمات اللي حصلت بقى، الازمات اللي هي ايه؟ ان هو بيروح المعسكر مع لعيبه المنتخب، ولعيبه المنتخب ناس تنزل تتصور معاه ويفضلوا صورين طول الليل وتليفونات وتصوير والكلام ده ما بيحصلش في اي معسكر من معسكرات المنتخبات الكبيره المحترمه. المفروض المنتخب مصر ده منتخب كبير، منتخب محترم، يكون في نظام، في التزام داخل المعسكرات. واضح ان دي الاجواء اللي حصلت هناك في معسكر كاس العالم، واضح جدا بعد الخطابات اللي اتنشرت، بعد الكلام اللي اتقال، بعد التصريحات اللي القيل والقال فيها، هو ده الكلام اللي حصل يعني. فواضح ان في ازمه، تمام، المفترض ان الازمه دي يتقفل عليها ويتم الحل بشكل قانوني، بشكل قانوني، بشكل ودي. المفروض يكون في حل. انت عندك رئيس الاتحاد مهندس انا بريده قادر ان هو يتكلم، يعني يا جماعه نتكلم صلاح. هي الفكره يا كابتن بلال مش في اتصال حتى مهندس انا بريده، يعني اللي صلاح، هي الفكره في ايه؟ ان بعد كده تبقى انت حاطط رولز في العلاقات ما بين اللعيب بقى مع المنتخب الوطني، صح، في التفاصيل اللي هي المتعلقه بالحقوق التجاريه، صح، بحقك انت تتكلم في ايه داخل معسكر المنتخب. ما عندكش لعيب واحد بس محترف دلوقتي، انت زمان كنا عندنا 2 3، النهارده ما عندك 10 محترفين. يعني تنني محترف في انجلترا، رمضان صبحي محترف في انجلترا، احمد المحمدي محترف. تعرف اللي يهمنا في اللحظه دي يا كابتن بلال؟ كان نفسي اعرف راي النني والمحمدي ورمضان صبحي وتريزيجيه، ان دول لاعبين محترفين يعني. اكيد بص، اكيد محمد اتكلم مع بعض اللعيبه اكيد في النقطه دي، عشان برضو ما حصلش في ازمه، لان في ازمه ممكن تحصل لو ما فيش كلام او ما فيش اتفاق مع اللعيبه اصدقائه وزمايله في ملعب، ممكن تحصل ازمه كبيره جدا. اصل قصه اشمعنى دي متناوله في اي حته في العالم، يعني مش بس هنقول في مصر ان اللعيبه ممكن تغير، او انا كمان لاعب محترف هتجيب حارس هنا يبقى تجيب لي حارس هنا، لا ممكن. بس اكيد الموضوع ده يعني اكيد كان في اتمنى اكيد أتمنى. اعتقد طيب. من الاتنين كابتن بلال، يعني حديثنا بقى دلوقتي في هذه اللحظات واللي يهم جمهور النادي الاهلي مباراه الاهلي وكامبالا سيتي، وبنرجع للحديث عن هذه المباراه المهمه. في احصائيه متعلقه بالاعمار السنيه لفريق كامبالا سيتي، فريق كامبالا سيتي من الفرق اللي معدل الاعمار السنيه بتاعتها مفاجاه بالنسبه لنا كلنا، يعني واحنا بنبص في القائمه الافريقيه المتعلقه بفريق كامبالا سيتي، اكبر لاعب عندهم مواليد 87، اصغر لاعب مواليد 2002، عندك 10 لعيبه في القائمه فوق يعني مواليد فوق ال 95، 1995، معدل الاعمار السنيه صغير جدا كناحيه بدنيه، وكفريق لسه يعني مش بنفس الحاله البدنيه بتاعت الاهلي او الفرق، وجاي عنده كمان ما عندوش يعني المباراه بالنسبه له تحصيل حاصل، يعني ممكن يلعب مباراه للشهره وللاضواء. قصدك تقول مباراه مفتوحه؟ مباراه مفتوحه للاضواء والشهره بالنسبه له في التسويق، مباراه تبقى تسويق بالنسبه للاعيبه بالظبط، الاسم كامبالا ولاعيبته واحترافه والكلام ده كله، ده صعب الامور على النادي الاهلي. بص، خبرات النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي اكبر بكتير جدا. انت دايما بتعمل كومبيرز، بتعمل مقارنه كده ما بين اللعيبه وما بين بعضها، ما بين النادي وطموحاته وما بين النادي الاخر. فطبعا انت لو جيت عملت مقارنه ما بين لعيبه كامبالا سيتي ولعيبه النادي الاهلي، الخبرات لصالح النادي الاهلي، الامكانيات الفنيه والفرديه لصالح لعيبه النادي الاهلي، اعتقد كمان اللياقه البدنيه في الوقت الحالي والجاهزيه لصالح لعيبه النادي الاهلي. الاعمار السنيه ممكن تكون مختلفه شويه، يعني ممكن هم يكونوا الاعمار السنيه اقل بكتير جدا، ممكن هم فكره انك رايح تلعب مباراه من غير اي ضغوط نفسيه ممكن تبقى ايجابيه بالنسبه لهم مش سلبيه. انت خلاص رايح بتلعب النادي الاهلي، كسبانه قبل كده في ملعبك 2، معدل اللياقه البدنيه عندك اقل بكتير جدا من لعيبه النادي الاهلي، فدي حاجات ممكن تكون ايجابيه بالنسبه للكامبالا سيتي. انما النادي الاهلي طبعا الموضوع مختلف تماما، امكانيات اللعيبه اعلى بكتير جدا، طموح لعيبه النادي الاهلي اعتقد تغطي على امكانيات لعيبه كامبالا سيتي حتى، وتغطي على الظروف اللي انت بتتكلم فيها اللي هي الاعمار السنيه، لان انت في اوقات كتير حتى لو المعدل اللياقي عندك قليل فالرغبه والطموح ممكن يوصلك لدرجه كبيره جدا من التفاني في الملعب، يوصلك لدرجه كبيره جدا من الاداء المثالي في الملعب. انت لعيبه النادي الاهلي عايزه تروح بعد تروح للمباراه النهائيه، ده رقم واحد بالنسبه كنادي الاهلي وطموح النادي الاهلي، فانت عايز توصل للمباراه النهائيه، فدي اول بوابه بالنسبه لك انك توصل المباراه النهائيه، انك انت عايز توصل كترتيب اول كمركز اول فتلعب مع المركز الثاني، فتبقى مباراه اسهل بالنسبه لك. انت دايما لما تكون بطل او تكون رايح اول تبقى الفريق اللي قدامك بيبقى مخدود شويه، عنده شويه قلق. النادي الاهلي واسمه الكبير وجمهوره الكبير هنا يرعب اي حد في العالم، يعني جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا، يقدر ان هو يرعب اي يعني. احنا دايما كنا بنقول استاد القاهره ده الاستاد المميت او المخيف بالنسبه لكل فرق افريقيا، بتيجي هنا استاد القاهره او بتيجي اي استاد هنا عشان الجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي بتخاف طبعا يعني. فعايز اقول لك ان المباراه هتبقى بالنسبه لكامبالا سيتي مباراه تسويقيه،
اكتر منها مباراه كره قدم. اه مفيش خد بالك مفيش القلق والتوتر هيبقى موجود عليهم، وده خد بالك برده يدينا فرصه ان المباراه ممكن تكون مفتوحه، واحنا كنادي اهلي بنستمتع بالمباريات المفتوحه، نحب نلعب جيم مفتوح، ما نحبش نلعب جيم مقفول. اللعيبه بتاعتنا عايزه مساحات، عندها المهارات الفرديه اعلى بكتير جدا منهم، فاعتقد لو المباراه مفتوحه تبقى لصالح النادي الاهلي مش ضد النادي الاهلي. وبلغه الارقام لو بنتكلم على مباراه مفتوحه، يمكن كامبالا سيتي في كل مبارياته في البطولات الافريقيه لعب 21 مباراه خارج ارضه، فاز مباراه واحده بس، تعادل 5 مرات، خسر 15 مباراه خارج ارضه، ودخل مرمى 39 هدف خارج ارضه. اه طبعا يعني انا بقول لك فريق مش كبير، فريق برضه متواضع يعني. انت هو كسبك هناك لظروف الملعب وظروف الحر واللعيبه والاصابات والاجهاد وحاجات كتيره جدا، وان انت كانت المباراه في ايديك وضاعت من ايدينا تمام. لكن انا عجبني الحقيقه مباراتهم مع الترجي في الترجي، كانوا كسبانين 2 غلبوا 3، ده معناه ان هم فريق هجومي، فريق عنده امكانيات، وده برضه يخلينا يبقى فيه هنا اشاره لحاجه مهمه جدا، ان المباراه مش هتكون مباراه مقفوله على النادي الاهلي، المباراه ممكن تكون سهله بالنسبه لنا. الضغط اللي ممكن تعمله كنادي اهلي مع المساحات المفتوحه يقدر تخليك انك تسجل هدف في بدايه المباراه، ولو سجلت هدف في بدايه المباراه الجيم بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. طيب لو بكلمك عن التشكيل والسيناريو اللي ممكن يبدا بيه الاهلي المباراه، مع الوضع في الاعتبار انت عندك غيابات مهمه جدا، وليد سليمان صح. للانذار الثاني وميدو جابر، وانا بتكلم في الجزئيه دي كمان انت يعني وبتتكلم في تشكيله الاهلي في توقيتات معينه، كان مثلا باتريس كارتيرون دفع بلاعبين يعني جرب هشام محمد في فتره وبعد كده اعتمد على اكرم توفيق، دفع بمروان محسن في فتره وبعد كده دخل صلاح محسن لما لقى صلاح ماشي بشكل جيد، نفس القصه في موضوع مؤمن زكريا وبعد كده اعتمد على ميدو جابر. في ظل انت عندك كمان في الناحيه اليمنى يعني مفيش غير وليد سليمان، احمد الشيخ، احمد حمودي، ميدو جابر، وكل هؤلاء اللاعبين احمد الشيخ غير مقيد افريقيا، وليد سليمان موقوف، ميدو جابر مصاب، مفيش غير احمد حمودي. تتوقع التشكيله بالذات اكتر في الناحيه الهجوميه كابتن بلال؟ بص في الناحيه الهجوميه برضو عدد اللعيبه اللي مش موجوده او المصابه ممكن يبقى مش عايز اقول ازمه بس ممكن يبقى مشكله برضو خد بالك، بس هي كويس ان كويس ان جت في التوقيت ده في ماتش انت متاهل بس عايز تكسب، متاهل بس عايز تكسب فهتكسب يعني انت بضغط الجمهور بالحافز بتاعك بالحماس بالروح بكل الامكانيات اللي موجوده تقدر تكسب يعني. طبعا المشكله في الحته الاماميه، انا متوقع ان ممكن يلعب ازارو وصلاح محسن وناصر ماهر، ممكن يلعبوا الثلاثه في الناحيه الهجوميه ومن تحتيهم السوليه وعاشور، هم دول الاثنين اللي ممكن يلعبوا ميد فيلدرز بكره مباراه بكره. ممكن يعني اللاعب الثالث اللي يلعب من تحت المهاجمين، في يعني في لعيبه كتير يعني ممكن التشكيل هو لاعب حمودي، بس حمودي اعتقد لا، حمودي سليم النهارده، الجهاز الفني اعلن سلامه وجاهزيه ايمن اشرف واحمد حمودي بعد الاصابه اللي تعرضوا لها في الطفيفه كانت في مباراه حرس خلاص، يبقى ممكن يلعب بايمن اشرف هو الباك ليفت زي ما لعب المباراه اللي فاتت، وعلي معلول يلعب مع الثلاثه اللي موجودين في نص ملعب. هيكرر نفس تجربه الحرس ممكن ولا يغير الشكل؟ بص لا ممكن يجربها، بص مفيش وقت كتير للتغيير، وبعدين الحته اللي قدام عندك يعني وليد سليمان مش موجود وميدو جابر مش موجود، ودول الاثنين بتعتمد عليهم كتير جدا، فالنهارده علي معلول عنده السرعات وعنده الامكانيات اللي يقدر يلعب الجبهه دي، ممكن تغير كمان طريقه اللعب، ممكن يفاجئنا ويحط علي معلول كهاف رايت ولا ليفت؟ لا رايت، لا رايت دي صعبه على فكره. في ماتش الترجي الاهلي السنه اللي فاتت لما كسب الترجي 2-1 حسام حسن كان حاطه جاب الجول من ناحيه اليمين، لما عمل الاوفر لجونيور اجاي بالظبط، بس هتبقى صعب عليه خد بالك يعني، صعب جدا انك انت طول عمرك بتلعب في حته وفجاه تلاقي نفسك بتلعب في مكان ثاني، بتبقى صعبه شويه، ممكن تأدي بس الواجبات الهجوميه والدفاعيه هتبقى فيها خلل شويه، ترجع امتى، تتقدم امتى، هل انت ممكن تدخل تبقى انت راس الحربه الثالث، هتبقى صعبه شويه على علي معلول. لكن اعتقد ان الاصوب فيها ان يلعب ايمن اشرف باك ليفت ويلعب علي معلول كوسط ملعب ويلعب اثنين قدام ناصر ماهر وصلاح محسن تحت وليد ازارو وده التشكيل ممكن يكون الامثل حتى في بدايه المباراه يعني لحد ما اكتشف مستر كارتيرون طريقه لعب الفريق المنافس وايه نقاط القوه ونقاط الضعف عنده، ممكن تبتدي بالشكل ده لحد ما تعرف تهاجم ازاي، تدافع ازاي، هل الفريق ده محتاج قوه هجوميه اكبر، هل محتاج قوه دفاعيه اكبر، هل محتاج ان انت مثلا تلعب باثنين بس ميد فيلدرز وتكمل واحد راس حربه، هل ممكن تغير الطريقه، ممكن في وقت من الاوقات تحتاج ان انت تغير الطريقه من 4-2-3-1 4-4-2 وارد جدا، عندك اثنين فراوده، عندك اثنين هافين بيلعبوا بشكل كويس جدا، عندك اثنين ميد فيلدرز في كل مكان في الكوره، عندك عمرو السوليه كمان من اللعيبه المتميزه جدا اللي بتكمل في الهجمات، فتقدر تستغله، فممكن النادي الاهلي يلعب بكره بالشكل ده 4-4-2 ممكن، انا بقول في امكانيه، او تلعب بالطريقه المعتاده بتاعتك 4-2-3-1 يبقى علي معلول هو اللاعب الوسط التالي. كابتن احمد بلال انا بشكرك جدا على هذا الحوار القيم وتحليل لمباراه الاهلي وكامبالا سيتي والاستعداد لمباراه الغد، لكن عايز اقول لك في تقرير مهم جدا الكل يكون حريص على متابعته، جماهير كره القدم في القاره الافريقيه بتتابع وتتحدث عن قيمه وتاريخ النادي الاهلي وابرز لاعبيه عبر 111 سنه في مشاركات افريقيه عديده، تقرير لاول مره من قناه نادي تجول القاره الافريقيه في العديد من الدول للحديث عن اهم نادي في القاره الافريقيه وهو نادي القرن النادي الاهلي، نخرج لهذا التقرير ثم نخرج الى فاصل بعد هذا التقرير.
the biggest club in Africa. الأهلي هو أكبر الأندية في إفريقيا. تاريخ إنشائه كبير منذ عام 1907. لعب فيه منساه وأجايه. الأهلي حقق 8 بطولات إفريقية، وحاليا نعلموا أن عنده لاعبين من أبرزهم محارب وباكاماني. الأهلي أكثر الأندية حصولا على دور الأبطال. الأهلي أحد أكبر الأندية في إفريقيا. أتذكر حصولهم على دور الأبطال على سان داونز، فهو أفضل الأندية في إفريقيا. الأهلي لديه لاعبين من دول مختلفة مثل باكاماني من جنوب إفريقيا، وأيضا الهداف محمد أبو تريكة. الأهلي الأفضل هو أكبر الأندية على مستوى إفريقيا كلها. كان لديه نجم مثل أبو تريكة واعتزل منذ فترة. محمد أبو تريكة. About this team, I know this team is the biggest team in the whole Africa. أعرف أن الأهلي أكبر الأندية بالطبع، فهو يمثل التاريخ، فعندما تلتقي معه وكأنك ستواجه التاريخ. الأهلي الأفضل في القارة، يليه مازيمبي الكونغولي وأورلاندو من جنوب إفريقيا. الأهلي بالفعل أكبر الأندية في القارة، لديه الخبرة ومهاجم رائع كوليد أزارو. هو رائع في أسلوبه في التهديف ومميز ويتحكم في الكرة، يعرف ما يريد، وقادم من المغرب ولاعب ذكي. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، وضيف هذا الحوار هو نجم من اسره رياضيه، من اسره مليئه بالنجوم الرياضيين، ومسيره هذه الاسره رياضيا والنجاح الرياضي اللي تحقق لاعضاء هذه الاسره طبعا غني عن التعريف، ولا يتسع المجال للحديث عنه او ان نعدد كل ما قدم من بطولات وانجازات لاعضاء هذه الاسره المصريه الرياضيه الاهلاويه. معانا النهارده وبنسعد بتشريفه في استوديو الاهلي الليله نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاوله ونجم تنس الطاوله المصري السابق في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، وأيضا أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، واحد من أشهر الرياضيين في مصر بالتأكيد، الدكتور علاء مشرف. مساء الخير يا دكتور علاء. مساء النور. أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا النهاردة. وأنا أسعد يا فندم والله يخليك. دكتور علاء، عندنا أمور كثيرة جدا هنحاول في الوقت المتاح قدر المستطاع أننا نتحدث عنها، عن كل هذه النقاط وهي بالغة الأهمية. نبدأ من طبعا صفتك كعضو في نادي الأهلي، محب للنادي الأهلي وبطل سابق من أبطال الرياضة في النادي، وبالتأكيد أولا وأخيرا عضو في الجمعية العمومية. النادي النهارده عامل حوار مجتمعي عن لائحة النظام الأساسي وعلى المواقع، وطالب الحوار والوصول لأفضل تصور لدى الأعضاء في النادي. حضرتك شايف هذا الأمر إزاي حتى الآن؟ طبعا أن النادي الأهلي يعمل لائحته دي حاجة هنقول واجبة، يعني مش النادي الأهلي أكبر نادي في مصر، وطبيعي أن ما يبقاش يتبع لائحة استرشادية وأن هو يبقى له اللائحة الخاصة بتاعته، دي حاجة كويسة جدا طبعا، وان هي يبقى في حوار مجتمعي ده طبعا احسن حاجه. انا بس كل اللي اتمناه ان احنا يعني نتأنى في اللائحه، لان اللائحه دي لو اتعملت ان شاء الله كويس قوي زي ما احنا دايما متعودين ان حاجه النادي الاهلي بتتعمل باحترافيه، دي هتساعدنا ان احنا ما تتغيرش لفتره طويله، ويبقى البنود اللي احنا محتاجين كل شويه نعدلها ما تبقاش كتيره او مؤثره يعني. فدي يعني انا افضل التأني فيها عن ان احنا نحاول نعملها لازم في اول جمعية عمومية لينا. يعني حضرتك شايف انه من طبائع الامور ان كيان بحجم وقيمة وخبرات النادي الاهلي ان يقدم لائحته الخاصة، ولا يكتفي فقط بالمقترحات الموجودة او التصور الموجود في اللائحة الاسترشادية. انا شايف كده، وكمان شايف ان يعني النادي الاهلي لازم يبدع في اللائحه، يعني ما تبقاش لائحه كده عاديه زي ما كل الناس بتطلع لوائح وتبقى منقوله من لوائح اخرى وقديمه، او يعني مستني ان اشوف فيها كنت افكار اكتر
من كده من النادي الاهلي بالذات. يعني النادي الاهلي دايما بيطلع خلاق يعني، فاحنا دايما بنحب ان احنا نشوف حاجه. هل المرحله دي الوقت فيها كافي قبل الجمعيه العموميه اللي جايه يوم 28 ان شاء الله لعرض هذه اللائحه على اعضاء الجمعيه العموميه في النادي والبت فيها؟ هل حضرتك شايف ان في وقت كافي عن طريق الخبرات الكبيره الموجوده عند مجلس الاداره الحالي والمسؤولين وعند ابناء النادي الاهلي والمحبين له لتعديلات كثيره او لابداع يمكن ان يطور اللائحه دي للافضل؟ انا رايي ان يعني لو نستنى سنه كمان ممكن يبقى اكتر، يعني تدينا وقت اكتر للائحه. يعني انا حاسس وانت احنا مش لازم بالعكس، هي مش لازم تعتمد في جمعيه عموميه عاديه. اللائحه المفروض تعتمد في جمعيه عموميه غير عاديه. تقدر تعمل طبعا جمعيه عموميه عاديه وغير عاديه في نفس اليوم يعني، لكن الجمعيه العموميه الغير عاديه ممكن تعملها في اي وقت، يعني ممكن تعملها في وسط السنه، مش لازم تعملها في الجمعيه العموميه العاديه اللي جايه يعني. فانا يعني شايف ان التأني فيها اهم من ان احنا. طب تصور حضرتك ايه مقترحاتك لو فكرت فيما قدم حتى الان عن طريق المسؤولين في النادي في هذه اللائحه اللي هتعرض على الجمعيه العموميه؟ حبك للنادي وارتباطك بالنادي وتاريخك كنجم رياضي في النادي واحد من اعضاء الجمعيه العموميه، فضلا عن خبراتك بحكم طبيعه عملك في المناصب اللي بتتولاها حاليا في اللجنه او الاتحاد الدولي لتنس الطاوله، ايه المقترحات اللي عند حضرتك او ابرز ملاحظاتك حتى الان على اللائحه؟ انا طبعا يعني قريت معظم اللائحه مره واحده، لائحه كبيره زي دي ومعموله باحترافيه زي اللي احنا متعودين عليها من النادي الاهلي، محتاجه تقري اكتر من مره عشان الواحد يقدر يعني يستوعب كل اللي فيها. لكن في بعض النقط انا هتكلم فيها من وجهه نظري الشخصيه ومن ناحيه ومن خبرتي يعني في سواء في الاتحاد الدولي او في اللجنه الاولمبيه، ان احنا كان لينا خبره كبيره في وضع لوائح كتير. فانا يعني مختلف شويه في بعض النقط، زي حاجه زي بتاعه النصاب بتاعه صحه الجمعيه العموميه. يعني النصاب احنا من وجهه نظرنا ان الديمقراطيه معناها ان ما يحكمش عدد قليل يفرض رايه على عدد كبير، وده مبدأ الديمقراطية اللي موجود في الميثاق الأولمبي، بي بي بيعتمد أن دايما جزء كبير من الناس يكون هو اللي بيدلي بدلوه في أي حاجة. الجمعية العمومية أكبر سلطة عندنا، فلازم اللي ياخد قرار في النادي الأهلي كبير زي قرار الجمعية العمومية، سواء كان في تغيير اللائحة أو إسقاط عضوية أو زوال عضوية مجلس إدارة أو أي حاجة أو اعتماد ميزانية النادي الأهلي، ما يكونش عدد صغير زي اللي انا شايفه هنا. يعني الجمعيه العموميه العاديه انا شايف صحه الانعقاد في الاجتماع الاول يعني نسبه او 3000 انا شايف انه قليل، وبعدين لو ما اكتملش كمان ال 3000 ننزل ل 2000. يعني ممكن الجمعيه العموميه تكتمل ب 2000، وكمان في بند تاني ان لو ابتدت بال 2000 اوكي، لكن انا ممكن بعد كده كمان لو تلتينهم بس حاضر. يبقى معنى كده ان انا مثلا حاجه مهمه قوي زي اعتماد الميزانيه بتاعه النادي الاهلي اقل من 1500 واحد يقولوا عليها اه ولا، وبعدين كمان حطيت بند ان اللي لو لم تعتمد الميزانيه ده يعتبر طرح ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي. يعني مجلس اداره منتخب بحاجه و30000 عضو، ممكن يجي 1500 عضو النهارده ما يعتمدوش الميزانيه، فيؤدي ده لضرر بالنسبه للاستقرار في استقرار النادي الاهلي. انا مش شايف ان ده منطقي يعني. اولا انا عموما ضد ان عدم اعتماد الميزانيه. عدم اعتماد الميزانيه ممكن يكون لاسباب فنيه مش عدم ثقه في المجلس، وممكن تعديلها بالظبط بعد ابداء الاعتراض عليها. احنا في اغلب لوائحنا اللي احنا حطيناها حتى في الاتحادات عندنا وبتاع، ان عدم اعتماد الميزانيه معناها انها تروح للجهاز المركزي للمحاسبات وهو يدلي بداله فيها، لكن مش ده معناه ان يكون في طرح ثقه. ده انا عندي اعتراض شويه على الجزئيه دي. لان حضرتك شايف ان كيان او تقييم دور وعمل وجهد باي مجلس اداره في اي مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي لا يقتصر فقط على طبعا الموافقه او ابداء ملاحظات او رفض الميزانيه، اشمل من كده خاصه كمان في عدد العدد الزهيد. يعني احنا في الاخر ممكن نوصل ل 1500 واحد رفضوا الميزانيه يسقطوا مجلس انتخبه فوق ال 30000 عضو، وده مش منطقي. ده مش منطقي. هنيجي للجمعيه العموميه الغير عاديه، هتلاقي يعني يمكن في نصاب الجمعيه العموميه الغير عاديه انا مش فاكر، لكن انا فاكر ان كان 5000 هو الرقم، ال 5000 يبداوا وبعدين ناخد تلتينهم يكملوا يعني يبقى لائحه النادي الاهلي. بعد كده عايزين نعدل فيها بند 3000 واحد او 3000 وشويه هيجي يعدلوا بند في اللي كام. احنا فوق ال 150000 عضو. حضرتك شايف برضو ان النسبه دي ليست مناسبه لاجراء هذا التعديل. الناس بتيجي تقول ايه،
لا اصل النسب الثانيه كانت تعجيزيه زي ما اتقال ايام المجلس السابق. لا احنا يعني احنا ما الفناش الحاجات دي يعني احنا شفنا مجالس يعني كيوم ما حطينا اللوائح الاسترشاديه شفنا جميع جمعيات العموميه بتاعت الانتخابات بتاعت الانديه وقللنا عنها. يعني انت قادر ما دام يوم الانتخابات يعني يعني كابتن محمود الخطيب ما شاء الله لوحده واخد حاجه 20,000 صوت. فيعني اذا كان في شخص قادر يجيب حاجه 20,000 واحد يقولوا له ايوه. يعني مش هنعرف نجيب 10-15,000 يجوا للاستجابه لاي حدث حاجه مهمه جدا زي لائحه النادي الاهلي لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. فانا شايف ان الاعداد دي قليله جدا يعني وهي لازم تعتمد اللائحه في جمعيه عموميه غير عاديه. طيب مش ممكن مجلس الاداره في بعض الحالات ينظر الى انه الاعتماد على اعداد اكبر وعدم استجابه الاعضاء احيانا لان هم شايفين ان ده موضوع مرتبط بتسيير العمل وهيتم تعديله اجرائيا او اداريا فمش موضوع محوري بالنسبة لبعض الأعضاء أو مش مصيري فبالتالي ممكن يعني ما يشاركوش فده بالنسبة لمجلس الإدارة أو للمسؤولين ممكن يبقى نوع من تعطيل أمور مهمة إجرائية ومالية وإدارية في النادي. وجهة نظر يعني بطرحها حضرتك. أنا كويس لا بالعكس ده الحوار ده مطلوب يعني. لا أنا مختلف مع حضرتك في الجزئية دي أو مع اللي بيتصحروا أصحاب الرأي ده لأن إحنا الغرض الرئيسي دلوقتي ان احنا بعد قانون الرياضه الجديد وبعد ما عندنا ماده في الدستور بتقول لنا نتبع المواثيق الدوليه اللي هو الميثاق الاولمبي المفروض ان احنا بنعظم دور الجمعيات العموميه. يبقى انا لازم ازود الوعي في الجمعيات العموميه وانا كمجلس اداره من واجبي ان انا ازود وعي الجمعيه العموميه بتاعتي وان انا اقدر احفزها للحضور وافهمها اهميه لائحه النظام الاساسي بتاعي ولو حتى عايز اعدل بند واحد في لائحه النظام الاساسي. وبعدين انا عمري ما شفت ان النادي الاهلي احتاج الجمهور بتاعه او احتاج الجمعيه العموميه بتاعته او اعضائه في حاجه وتاخروا أو ما كانوش ما بيحصلش. وشفنا انديه كتير في الفتره اللي فاتت ما كناش نتخيل ان يجي لها 15 و17 الف واحد عشان لائحه. وانا والنادي الاهلي بس هو عملها على يومين وحصل خلاف قانوني لكن برضه جه 15,000 واحد. فانا قصدي يعني سهل انك انت تجيب في النادي الاهلي 10-12,000 يقروا لائحه. في حاجه تانية عاملينها ناس ودي بقى اللي انا كنت متوقعها مثلا زي على فكره يعني حته ان مثلا اسقاط مجلس ان هو يبقى بهذا العدد. لا نادي برشلونه مثلا كان 170,000 من كام سنه انا ما اعرفش دلوقتي كام 10% انت بتتكلم في 17,000 واحد من كام سنه انا ما اعرفش دلوقتي هم كام. حاجه تانية هم عاملين حاجه لطيفه جدا عاملين كيان غير الجمعيه العموميه حاجه بين الجمعيه العموميه وما بين مجلس الاداره بهدف بطريقه معينه ان هم ينتقوا الاعضاء بارقام العضويه عشوائي عن طريق الكمبيوتر ومش عارف وبسيستم معين يبقى فيهم شويه من الناس الكبار شويه من الشباب شويه من الرجال شويه من النساء وهكذا ان هو يبقى انا كمجلس اداره لما احب اعمل حوار مع الجمعيه العموميه بتاعتي ما انا مش هقدر اقعد مع 10-15,000 ولا حتى مع 1000 ولا 500 لكن واحد. عايز نماذج لكن او مجموعات بتمثل كل الفئات دي بالظبط كده دي بتمثل الجمعيه العموميه بتاعتي. فلما اجي عايز اعمل حوار مع الجمعيه العموميه بتاعتي لا انا بجيب زي لجنه ال50 كده مثلا اللي عملت الدستور. لجنه ال50 عدد معقول. فانت لو عملت 50 واحد وعملت لها في اللائحه نظام زي اللي عاملاه نادي برشلونه في لائحته هتلاقي انك انت عندك حاجه زي دي محوريه بتتناقش فيها وبتعمل. وطبعا الطرح اللي هيجي من 50 شخص غير متنوعين وممكن شويه منهم يكونوا منتقين عن طريق ان هم خبراء في القصه زي ما انت بتختار مثلا المستشار محمود فهمي المستشار الكوادر اللي عندنا الكوادر اللي عندنا الكبيره اللي موجوده عندنا في النادي. يبقى احنا بنستفيد من الشباب ومن النساء ومن الكبار ومن الخبرات اللي موجوده في هذا الهيكل ايا كان مسماه يعني. يعني هنا حضرتك بتطالب بزياده النسب النسبه المئويه من اعضاء الجمعيه العموميه في الحالتين فيما يتعلق بالموافقات او بانعقاد واكتمال الجمعيه العموميه وفيما يتعلق باحقيه رفض او استمرار بقاء اي مجلس اداره للنادي عايز يبقى ده من خلال نصاب اكبر من الاعضاء. طبعا لكن يعني لا وكمان مهمه جدا في استقرار النادي يعني طرح الثقه اعتماد ميزانيه حاجات من دي ما ينفعش بالاعداد الصغيره لان استقرار النادي الاهلي مهم جدا. 3,000 واحد ما يحركوش زي ما حصل في نادي الجزيره. نادي الجزيره باللائحه القديمه قوي اللي كانت موجوده زمان 500 واحد ولا 600 700 واحد
رفضوا الميزانيه، عملوا جمعيه عموميه غير عاديه بعد كده علشان يطرحوا الثقه، عدد برضو زهيد جه طرحوا الثقه في المجلس يعني، والمجلس يومها اتشال لغايه ما بقى يبقى في مجلس جديد وكل حاجه دلوقتي مع القانون الجديد يعني. فانا قصدي الاعداء ان ده كمان في اي مؤسسه كبيره بيسبب عدم استقرار لفتره طبعا، بيعمل هي سلاح ذو حدين. انت بتضمن حضور الناس لما تبقى عايزهم، لكن كمان افرض ان هم مش عايزينك او انت عايزهم في حاجه مهمه قوي، دول لا يمثلوا ال 140 الف بتوعك. يعني لما تجيب لي 10000 تقول لي انه بيمثلوا عينه كويسه من ال 140 الف، اوكي. يعني هنا هل تفضل حضرتك الارقام تكون من خلال نسبه مئويه من اعضاء الجمعيه العموميه؟ نسبه مئويه، او لو اتحط رقم يتحط رقم كبير يعني، مش اقل من 10000 انا في وجهه نظري. يعني احنا كنا حاطين اظن في اللائحه الاستشاريه بتاعت الاعداد زي النادي الاهلي حوالي 12000 او حاجه كده في كلجنه اولمبيه. انا مقتنع بالرقم ده جدا يعني 10 12000. ايه تاني حضرتك كان لك ملاحظات عليه او بتبديه كمقترحات لمجلس الاداره الحالي ولاعضاء الجمعيه العموميه؟ في حاجات انا شايف ان هي يعني ان هو نظر قوي للقانون، ولكن الدستور بتاعنا بيقول ان احنا لازم نتبع المواثيق الدوليه. الميثاق الاولمبي انا مش شايف ان هو متراعي قوي في شويه حاجات، اهمها حته التعيين في مجلس الاداره. الديمقراطيه ما فيهاش تعيين في مجلس الاداره، وان يبقى لازم في التعيين عنصر نسائي، ده تمييز، والتمييز ممنوع عندنا في الميثاق الاولمبي. احنا اللجنه الاولمبيه الدوليه نفسها والاتحادات الدوليه كلها بتنادي ان يكون في 25% حتى من نسبه اعضاء المجالس الادارات في الرياضه ان يكونوا من العنصر النسائي، لكن بيبقى عرف، لكن ما تقدرش تفرضه، لان فرض بناء على الجنس الرجل او امراه ده يعتبر نوع من انواع التمييز. الحاجه الثانيه برضو اللي انا شايفها دي بعض الناس القانونيين قالوا فيها، انا ما بفهمش قوي طبعا، انا راجل دكتور مش قانوني، لكن بعض القانونيين عندنا في اللجنه كانوا قبل كده من لائحه يعني احد الانديه السابقه عملتها في وقت اللوائح الاسترشاديه، ان يبقى الرئيس مميز او مختلف في شروطه ترشيحه عن بقيه مجلس الاداره، قالوا ان هي فيها ممكن يبقى فيها عوار قانوني او دستوري نتيجه ان ده تمييز، ان دول كلهم مجلس الاداره بيتكون من رئيس ونائب رئيس وامين صندوق واعضاء. تحت السن ده بيعتبروه تمييز محمود، لانك انت عامل ليهم بتزكي مشاركه الشباب. بتذكر مشاركه الشباب، لكن بعد كده كل اعضاء مجلس الاداره بيقال ان هو لازم تكون شروط ترشيحهم واحده. فما ينفعش يبقى في شروط ترشيح مختلفه، ان هو يكون فوق ال 40 سنه، يكون مش عارف عضويته بقى لها 5 سنين مش سنه. يعني قصدي اللي انا فهمته من بعض الناس القانونيين ان لابد من توحيد الحته ديت، بس انا مش راجل قانون فمش هقدر. بس كلام حضرتك على اكتر من بند يرتبط بضروره وفقا لبعض بنود الدستور المصري ان نتبع وان نلتزم بالمواثيق الدوليه وبعض الامور الخاصه بالميثاق الاولمبي وبعض الامور الخاصه بقانون الرياضه الحالي ونصوص الدستور الحالي في مصر، ده معناه انه بشكل او اخر حضرتك بتقول ان حتى الان عندنا بعض المتناقضات بين صحيح. بنود هذه المواد. الحاجه الثانيه ده صحيح ولا لا؟ احنا زي اي لائحه طبعا، والناس عندنا في الاهلي طبعا اعلم مني بالكلام ده، بنتبع الدستور، القانون العام بتاع الدوله، قانون الرياضه، لائحتك بقى الخاصه، واللائحه الماليه بتاعت وزاره الشباب والرياضه، لان الماليات تتبع الحكومه، فبالتالي لازم احنا نتبع الامور الماليه اللي موجوده في اللائحه الماليه بتاعت وزاره الشباب والرياضه، حتى لو كان في شويه يعني احنا عندنا شويه انتقادات ليها يمكن في بعض الحاجات سواء في لائحه الانديه او الاتحادات او اللجنه الاولمبيه، لكن احنا بنحترم الحكومه ولازم نحترم اللائحه الماليه اللي جايه منها، ان هي المنوط ليها في الميثاق الاولمبي انها تتبع الامور الماليه. لكن مثلا انا برضو مش عايز اكتف النادي قوي، يعني مثلا هو كاتب هنا لو جاله فلوس من الداخل او الخارج لازم ياخد اذن الجهه الاداريه المختصه اللي هي الوزاره. يعني انا يعني اللي انا عارفه طبقا للقانون ان انا ما اخدش فلوس من بره مصر، ودي ليها يعني اكيد مراعاه لبعض الامور الامنيه، ان ما اخدش فلوس من بره مصر الا بموافقه الجهه المعنيه الجهه الاداريه. لكن انا جاي لي فلوس من جوه مصر، انا كل اللي اعمله ان انا اتبع القوانين العامه واتبع لائحتي، وكفايه ان انا اخطر، وفي القانون كفايه اختار وزاره الشباب والرياضه او الجهه الاداريه، لكن ما اناش لازم كمان اخد اذن منها كل ما هيجي لي فلوس من اي من الداخل من الداخل. يعني من الخارج مفهومه ليه؟ لان لازم اتبع القانون، القانون بيجبرني على كده، لكن من الداخل ما هي برضو ما هياش هتكتفني جدا في يعني القانون في فيما يتعلق بالتمويل من جهه داخل مصر للنادي
يسمح بالتيسير اكتر يسمح بالتيسير اكتر من اللائحه عاملاها. فانا مش شايف يعني احنا مش مفروض نصعب على نفسنا يعني. الحاجه الثانيه اللي انا استغربتها بس ده قد ينظر للبعض عفوا يا دكتور علاء الى انه نوع من المبالغه في تحقيق الشفافيه من مجلس الاداره، حرصوا على عدم المزايده على النادي او على المسؤولين باي شكل، وان النادي ملتزم في كل انواع التمويل من الداخل او الخارج. احنا اللي بيراقب مجلس الاداره في الاول وفي الاخر الجمعيه العموميه، لكن من حق الدولة انها تراجع الامور المالية. نعم. لكن عادة الرقابة بتكون بعد الصرف مش قبل الصرف. فالرقابة قبل الصرف تدخل حكومي مش تدخل او تدخل اداري مش تدخل مالي. لانك انت كل قراراتك في الاخر مبنية على المال. فانت لو كل حاجة هتعملها مالية هتاخد فيها اذن الاول، يبقى انت بتاخد اذن على كل قرارات. متأكد ان التدخل المالي هو بعد الصرف. المراجعة بعد الصرف. المراجعة طبعا بعد الصرف انت الا لو انت عندك مشكلة، انت مثلا مبلغ كبير، حاجة انت مش عارف تعمل فيها، بتاخد رأي الوزارة فيها وبتخطر الوزارة بيها، ده شيء محمود. واحنا كلنا بنتعاون، احنا في الميثاق الاولمبي التعاون ما بين الهيئات الاهلية واللجنة الاولمبية والاتحادات مع وزارة الشباب والرياضة اللي هي الحكومة، ممثل الحكومة ده منصوص عليه انه لازم يتم في الميثاق الاولمبي، لان ما فيش مركب بتمشي كل واحد ماشي في اتجاه، فلازم كلنا نمشي. الوزارة عايزة مصلحة الرياضة، اللجنة الاولمبية عايزة مصلحة الرياضة، الاتحادات، الاندية، فكله له هدف واحد ومصلحة واحدة، فكلنا لازم نمشي في مركب واحدة. لكن ما نصعبش الشغل على بعض، ونحترم دور الدولة الرئيسي في الرقابة المالية. لازم يبقى فيه طبعا، لان في بعض الحاجات يعني طبعا كلنا ثقة في مجلس إدارة النادي الأهلي وفي النادي الأهلي ككيان، لكن ما صعبش على نفس الأمور بزيادة. لو عايز تعمل بقى شفافية، حط لي بقى قرارات مجلس الإدارة بتاعتك زي ما بنعمل احنا في الاتحاد الدولي على الموقع وانس المحضر كده. التمويل ده حصل انه يتم الاعلان عنه فورا. كل قراراتك. يعني ده هو دي بقى الشفافيه. ان انا ما عنديش مشكله ان كل قراراتي تعلن وفي الموقع بتاعي، اول ما المحضر بيتمضي من رئيس النادي ومدير النادي خلاص يبقى انا بقدر ان انا اعلنها. في حاجات كتير ممكن تتعمل من باب الشفافيه، ما هياش بس كده. الجزئيه الثانيه مثلا اللي هي في شروط الترشيح مثلا، كانت 1000 جزء المؤهل العالي او ما يعادله، وبعدين جيت لقيت في الورق اللي بيتقدم للمؤهل العالي او المتوسط بحسب الاحوال. انا شايف هنا في تناقض شويه ما بين الجزئيتين دول، واتوقع ان مجلس اداره النادي الاهلي من حقه ان هو يكون مؤهل عالي او ما يعادله، يعني ما يعني حته مؤهل متوسط دي حضرتك عايز النقطه دي تكون محسومه، ما يكونش محسومة فيها حسب لكن الاحوال. في جزء يعني شروط الترشيح بيقول مؤهل عالي، وبعدين في الورق اللي بقدمه حاطط مؤهل عالي او متوسط بحسب الاحوال. يمكن دي حاجه انا عارف ان في تعديلات اتعملت في اللائحه بعد النسخه اللي جات لي دي، فممكن تكون اتعدلت، انا طبعا ما اعرفش يعني. في حاجه انا عجبتني جدا كانت في لائحه الاتحاد الدولي عندنا، مش موجوده في ولا لائحه في مصر، وشايف ان هي تحل مشاكل كتير جدا، وطبعا هنا برضو ماشي على نفس المنوال المعتاد عندنا في مصر، ان هو دلوقتي خلي منصب، افرض مثلا منصب الرئيس خلي، منصب نائب الرئيس بقى خالي، جه واحد من الاعضاء عايز يترشح يبقى نائب رئيس، يقول لك لازم تستقيل الاول من المنصب ده. نائب رئيس مثلا عايز يبقى رئيس، لازم يستقيل من منصبه كنائب رئيس ويخش انتخابات، وغالبا هيخش انتخابات مع واحد سقط وصدر الرئيس قبل كده، او سقط في العضويه، او سقط في اي حاجه، يعني كان بره، يعني لم يحظى على انا ليا منصب وخدته بموافقه الجمعيه العموميه، مش لازم استقيل عشان اخده. الحاجه الثانيه اللي معموله عندنا في الاتحاد الدولي اللي هي جميله جدا، الرئيس له نائب رئيس، منصب نائب الرئيس ده مهم جدا، هو بيقوم بمحل الرئيس لما ما يكونش موجود. طب افرض ان منصب الرئيس خلي لاي سبب من الاسباب، نائب الرئيس يتولى الرئاسه لغايه نهايه الفتره، عندنا احنا كده في الاتحاد الدولي، وبيتولى مكان نائب الرئيس احد الاعضاء بيختاروا الرئيس ان هو يبقى النائب الاول بتاعه، وبعد كده يتم انتخابات على العضو اللي فاضي بقى، المكان اللي فاضي من العضويه هو ده اللي يتم الانتخاب عليه. يبقى انا كده ما هو هنا برضو في نظرتين للامور يا دكتور علاء، ممكن الناس تشوف انه بالتصعيد اللي حضرتك قلته ده مباشره من نائب الرئيس الى الرئيس ومن احد الاعضاء يتم اختياره ليكون نائب الرئيس، ان ده اسرع لتسيير العمل وللاستقرار، وانه يكون الانتخابات او اي تعديل استثنائي خلال الولايه او الاربع سنوات على اقل منصب في دول اللي هو منصب العضو اللي هو اقل في تاثيره عن منصب الرئيس. بالضبط. والبعض الاخر بيقول
طيب ما هو ده بيتناقض مع فكرة الشفافية ومساحة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية اللي المفروض لو خلى منصب قيادي في المجلس لأي سبب أنه يكون لهم دور في اختيار القيادة اللي هتليه. إزاي نوفق بين الآراء دي أو نوصل للأفضل فيها؟ خلي بال حضرتك أن المجلس ده كله حظى بموافقة الجمعية العمومية فهي فبالتالي اللي بيتم تصعيده يعني قصدي دي ما هياش حاجة ضد القانون أو ضد الدستور أو ضد حاجة، دي وجهات نظر بس انا بقول ايه، دي حاجه انا شفتها في الاتحاد الدولي عندنا عجبتنا فبنقلها لان ممكن تكون ما جاتش يعني على بال لسه ما اتطبقتش هنا في مصر خالص. لكن مبدا ان انا من حد من جوه ان لازم عشان اترقى في المناصب لو في منصب خلي لاي سبب من الاسباب ان انا لازم استقيل واطلع بره وابقى زي اي واحد سقط مثلا في الانتخابات اللي فاتت وانا نجحت قصاده في منصب، فكأن طموحك في منصب افضل اصبح خاليا بيمنعك من حقك اللي انتخبته ووصلت بيه للمجلس. والناس ساعتها لما بتنتخب بقى نائب الرئيس تبقى عارفه ان نائب الرئيس ده ممكن يبقى رئيس النادي في بعض الظروف لو تمت، فلازم تبقى حريص جدا وانت بتنتخب نائب رئيس او مثلا امين في معايير اختيار المناصب القياديه. طبعا المناصب القياديه مهمه جدا، مش مساله ان هو لما ان شاء الله ما الرئيس موجود وربنا يديله طول العمر وما يحصلش اي اسقاط عضويه والكلام ده كله، ده المعتاد طبعا في النادي الاهلي ان شاء الله. لكن لما يفضى مكان ليه استقيل واطلع واخرج بره ويبقى عندنا معرض ان انا في سيناريو اسهل من ده ويستمر العام يعني دي وجهه نظر ما هياش حاجه مخالفه لل طيب انا عايز اخد راي حضرتك كمان في بعض المقترحات بحكم تاريخك الرياضي وكونك من ابطال تنس الطاوله في مصر وفي النادي الاهلي، اي ملاحظات لك ايضا مرتبطه بالامور بلائحه النادي فيما يتعلق بالرياضه؟ هل ركزت في بعض الجوانب الخاصه بالرياضه؟ اللائحه الجديده بتاعت الرياضه بصراحه لسه ما قريتهاش، فلازم يعني لازم اقراها كويس. محتاجه وقت لسه اكتر. محتاجه وقت. انا بس لسه عندي شويه نقط مهمه في اللائحه بتاعت النادي. في حاجه مخالفه للقانون بقى ان القانون بيقول ان يعني هي دي انا يعني يمكن نفسي نعدلها في القانون، لكن القانون بيقول ان اللي مختص بالانتخابات الجمعيه العموميه العاديه مش الغير عاديه، فبالتالي اي منصب يفضى مضطر استنى الجمعيه العموميه العاديه اللي جايه. كل حاجه هنا في اللائحه بتقول ان انا لو فضي منصب فجأة ان انا لازم قانون. انا بحكم لان القانون بيربط بين ده وبين حق الجمعيه العموميه العاديه، بيحط الانتخابات في جمعيه عموميه عاديه والجمعيه العموميه العاديه بتنعقد مره واحده في السنه شرطها وقت معين بعد، فده هيناقض فكره الاجراء خلال 30 فده مخالف للقانون، فدي هتبقى مشكله. حاجه الثانيه ان القانون بيصر ان 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 المطابق افرض ان المجلس ما هوش مكتمل ما يبقاش المجلس ساقط كده يعني كله ومنحل، بينص ان اللي موجودين من المجلس مع المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي هم اللي يتولوا الاداره لاول جمعيه عموميه عاديه. هنا في مره يحط المدير التنفيذي في بعض الظروف وبعض الظروف الثانيه يحط من تبقى من مجلس الاداره مع المدير التنفيذي، مش حاطط خالص المدير المالي او المدير النشاط الرياضي، فدي دي مخالف يعني ممكن يبقى في مناقشه مع مجلس الشعب في القانون، لكن القانون ساري والقانون لازم هيطبق، فكل المواد اللي يناقض القانون بشكل اللي فيها مناقضه للقانون على حد معلوماتي انا في القانون انا شايف ان دي هتبقى مشكله مع القانون ان فيها تعارض مع القانون فيها تعارض مع القانون. في جزء مهم جدا برضو متعارض مع القانون في مركز التحكيم. يعني انت حاطط طريقتين للتحكيم، التحكيم الرياضي في مركز تسويه التحكيم وحاطط له شرط ان الطرفين يبقوا موافقين او متفقين، لا يعني دي مخالفه لنص الماده 67 بتاعه التحكيم الرياضي. كل المنازعات الرياضيه متفقين مش متفقين عمر ما الاثنين المتنازعين ما هيتفقوا، لازم تبقى في مركز تسويه التحكيم الرياضي. اللجوء بقى للمحاكم العاديه فقط، مثلا انت لو عندك مشكله بقى اداريه مع مطعم عندك بقى، ودي حتى مش محتاجه تكون في لائحه يعني دي اوتوماتيك هتروح قانون عادي، لكن ما ينفعش ان تحط ان لو مش متفقين انا هروح للقانون العادي، لا ده مخالف للدستور كمان بقى للقانون والدستور، ده لان الميثاق الاولمبي لا يسمح بان القضاء العادي هو اللي يتولى، وان كان المركز التسويه في الاخر هم كلهم قضاه من القضاء العادي ولكن اصبح هو المختص بهذه المنازعات الرياضيه. هي دي المحكمه الرياضيه بتاعتهم هم نفس القضاء. طب يعني الاول هرجع للنقطه اللي فاتت سريعا مع حضرتك، حضرتك بتقول او بتتمنى وبتقول انه وجوبيا لابد من تعديل قانوني في بنود قانون الرياضه الحالي اللي بتربط بين الانتخابات على اي مقعد اصبح شاغرا في اي مجلس اداره وبين الجمعيه العموميه العاديه، حضرتك بتقول ده لازم يتغير في القانون نفسه عشان يبقى عملي اكتر. صح.
وحتى يتم هذا التعديل القانوني عن طريق مجلس النواب أو عن طريق الجهات المختصة بهذا التعديل في قانون الرياضة الحالي لابد أن يراعى ده في كل لوائح الأندية، وإلا أصبح هناك إمكانية للطعن على هذا البند. بالضبط. طيب هرجع للنقطة الثانية، حضرتك كمان قبل ما نبدأ الحوار كنت قلت لي أن في تصور خاطئ للناس على توزيع الاختصاصات فيما يتعلق مراكز التحكيم في المركز الأولمبي أو الجهات الخاصة بالفصل في المنازعات الرياضية، إريت نوضح ده للسادة المشاهدين. هي الناس عندها مشكلة أن مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم مسؤول عن وضع اللائحة بتاعت المركز وعن الأمور الإدارية، فرئيس مجلس الإدارة بحكم القانون في مادة في القانون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فاعتبر أن اللجنة الأولمبية المصرية هي التي تحكم في مركز التسوية والتحكيم، والكلام ده مش مظبوط. مركز التسوية والتحكيم كل اللي موجودين فيه قضاة، اللي منهم في محكمة النقض، اللي في محاكم كبيرة، استئناف، كل يعني كل أنواع قضايا الدولة، كل أنواع القضاة موجودين في هذا المركز، وبالتالي هم اللي بيقوموا بالتحكيم. ومحدش فينا يقدر يعني يغير رأي قاضي في تحكيم يعني. الفكره دي نفسي ان احنا مش اصحاب القرار او الحكم الصادر، هم اعضاء اللجنه الاولمبيه نفسها، وكون ان المركز مأجر عندنا في اللجنه الاولمبيه مكان مش معناه ان هو على ارضنا يبقى اللجنه الاولمبيه هي اللي بتعمل. انا رايح اللجنه الاولمبيه عشان مركز التحكيم موجود هناك لسهوله ان احنا تكوينه كان اسهل، ان في مكان فاضي عندنا يجوا فيه اهلا وسهلا لغايه ما لو لقوا مقر تاني مفيش مشكله. لكن يعني مش حضرتك ما بتقولش ان في حاجه ملزمه من قرارات وسياسات اللجنه الاولمبيه لاي قرار صادر عن خالص، والا ما كناش احنا خسرنا قضايا هناك. يعني لو احنا اللي بنحكم طب هنخسر نفسنا قضايا اللي احنا خسرانين قضايا اكتر من اللي كسبناها، غير القضايا اللي هي اللي احنا فيها يعني بدل الجهة الإدارية. احنا للأسف يعني عذرا لضيق الوقت، وكنت أتمنى أن يتسع الحديث عن مشوارك الرياضي واختصاصاتك كمان في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وحصاد إنجازات تنس الطاولة في مصر في هذه المرحلة وتطلعاتك للمرحلة الجاية، لكن لابد أن أختتم تعليق حضرتك سريعا جدا على أمرين. هل علاقة اللجنة الأولمبية الحالية في مصر بإدارات الهيئات الرياضية وإدارات الأندية والاتحادات العلاقة طيبة، ولا علاقة بيشوبها الكثير من التوتر والصراعات؟ لا، أنا شايف إن هي في العموم طيبة جدا مع الاتحادات تقريبا كلها ممتازة، مع هقول 99% من الأندية مفيش أي خلاف. لو في خلاف جزئي أو بتاع مع بعض الأندية لأن هم متفهمين إن الحكم اللي طلع ده أو ده جاي ضدهم جاي من اللجنه الاولمبيه، ده مفهوم خاطئ للاولمبيه، سوء فهم يعني. سوء فهم، واحنا بنحب نوضح لهم ان احنا ملناش دعوه بالاحكام اللي بتطلع. الاحكام دي طالعه من مركز التسويه والتحكيم، قضاء اجلاء هم اللي بيحكموا في كل قضايا، ولستم طرف في هذه، ولا احنا مش طرف في هذا الامر. كل اللجنه الاولمبيه بتعمله ان رئيس مجلس ادارتها مع ناس تانية كتير، يعني مش هو لوحده اللي موجود في مجلس الاداره، لكن هو رئيس مجلس الإدارة بيحطوا النواحي الإدارية بس لهذا المركز. أخيرا بختتم حضرتك بتعليق أخير على الأمر الرئيسي اللي طرحناه للحوار النهاردة، كل ما يثار من حوار مجتمعي داخل النادي الأهلي وفي الإطار الخاص بكل محبي ودوائر محبي النادي، سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو كل المحبين للنادي الأهلي عن لائحه النظام الاساسي. حضرتك بتقول ان الوقت المتبقي يمكن من خلاله مع الخبرات والكوادر القانونيه الكبيره الموجوده في النادي بالاستشاره مع بعض النجوم اللي ممكن يفيدوا النادي واللي عندهم خبرات في مجالات مرتبطه بهذه البنود، ممكن من خلالها تدارك بعض الامور اللي ما تدخلناش في مرحله نضطر من خلالها الى التعديل فيما بعد. حضرتك عايز بعض التعديلات تجرى في هذا التوقيت؟ انا افضل كده، واحنا نقدر نعمل اللائحه. بالعكس، اللائحه لازم تعتمد في جمعيه عموميه غير عاديه، مش عاديه. فبالتالي انت تقدر تعملها في اي وقت في السنه، وانتش ملزم. تفضل ان تطرح من خلال جمعيه عموميه غير عاديه؟ انا اعتقد ان هي المفروض تبقى من جمعيه عموميه غير عاديه. ده الافضل من وجهه نظرك؟ لا، ده مفروض، مش افضل. وفقا لايه؟ للقانون، لبند في القانون. انت كمان دلوقتي ماشي عليك اللائحه الاسترشاديه، صح؟ اللائحه الاسترشاديه بتاعتك بتقول كده، فانت لازم تعمل دي في جمعيه عموميه غير عاديه. مش متاكد في بند في القانون بيقول كده، هو ده اللي كنت بسال حضرتك عليه، لان اكيد القنوات القانونيه كمان ان الجمعيه العموميه الغير عاديه في اختصاصات للجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه موجوده في القانون، واعتقد ان الجمعيه العموميه الغير عاديه هي المختصه بتعديل اللوائح.
دون الجمعية العمومية العادية. يعني حضرتك بتقول إنه وفقا لمعلوماتك دكتور علاء إنه لا يمكن وفقا لهذه البنود عرض الأمر من خلال الجمعية العمومية العادية. صح. لكن طيب أنت تقدر تعمل جمعية عمومية غير عادية في نفس يوم العادية. مفهوم. لكن بمسمى جمعية عمومية غير عادية. عموما ده من الأمور طبعا اللي هيتم البت فيها عن طريق القامات القانونية الموجودة في النادي واللي بتتعاون وبيعتمد عليها وبيستفيد بخبراتها بشكل كبير المسؤولون داخل النادي الأهلي ومجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب. عذرا بعتذر لحضرتك عن ضيق الوقت وكنت أتمنى أن يتسع المزيد من الاسئله. اتاخرت يعني دي ظروف بقى الطريق وارتباطات حضرتك في العمل بس اسعدتنا بوجودك معنا دكتور علاء وان شاء الله حضرتك وغيرك من ابناء النادي ونجوم الوسط الرياضي المصري المحبين والمنتمين على مدار تاريخهم للنادي الاهلي ان تقدموا كل ما لديكم من افكار ومقترحات في الفتره دي ممكن يعتمد عليها بدرجه كبيره في اي تعديل مطلوب للخروج اللائحه بافضل شكل ممكن. شكرا جزيلا دكتور علاء. شكرا. في نهايه هذا الحوار بشكر ضيفي العزيز الدكتور علاء مشرف نجم تنس الطاولة سابقا في مصر وفي النادي الأهلي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية. بشكر حضراتكم على المتابعة. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. بشكر زميلي العزيز محمد سعيد اللي كان أيضا مشارك معنا في تقديم فقرات هذه الحلقة ونصل مع حضراتكم لنهاية هذا الحوار ونختتم بهذا التقرير. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.